بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. باب الفراسة. الفراسة هي نوع من الذكاء الذي ينبني عليه معرفة أمور غيبية محدودة، إما بقراء عادية أو بخاطر رباني بلا قراء. فالفراسة نوعان، رباني وعادي. فراسة عادية بالتجربة، كثرة التجارب تجعل الإنسان بإشارات معينة يستنتج منها أشياء غيره لا يستنتجها. سيدنا علي بن أبي طالب في صبيحة اليوم الذي قتل فيه سمع بعض الأوز والبط تصيح، فقال لابنه: دعها فإنها تنوح على أبيك. استنتج من صوتها صوت النواح، وعلم أنه يوم. هذا من كثرة التجارب، وإن كان سيدنا علي له الفراسة بنوعيها، لكن نحن نضرب مثل أن الفراسة قد تكون فراسة عادية، وهي تكون بإشارات تكون مكتسبة بالتجارب الحياة الكثيرة. فهذه ليست هي موضوع الباب. موضوع الباب الفراسة الربانية، والفراسة الربانية هي عبارة عن خاطر رباني قهري وهمي لا كسب فيه للعبد، يتملك القلب فيحدث فيه علم ضروري لا يستطيع أن يمنعه بلا إشارة واضحة من الخارج. ليست لها إشارة واضحة من الخارج، وليست لها تفسير، إلا أنها من الله تنشئ علم ضروري في قلبه تجاه أمر معين غائب عن الآخرين. هذا هو النوع، فهي خاطر رباني، لأن الخواطر أربعة: خاطر رباني، وخاطر ملكي، وخاطر نفساني، وخاطر شيطاني. الخاطر الرباني لا ينازعه شيء، لأن الله قاهر فوق عباده، فإذا جاء قهر كل الخواطر. أما القاهر الملكي فينازعه خاطر النفس وخاطر الشيطان، وكذلك الخاطر الشيطاني ينازعه الخاطر الملكي. فهناك نزاع بين الخواطر الثلاثة، أيهما غلب حدث أثره في الواقع بعد ذلك وتحول إلى فعل. أما الخاطر الرباني فهو قاهر لا ينازعه شيء. الفراسة نوع من الخواطر الربانية، وهبية وليست كسبية. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين اللي هم المتفرسين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين الرازي، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن السكن، قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثنا محمد بن كثير الكوفي، قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. الفراسة بكسر الفاء هكذا، الفراسة، وإن كان المشهور في عامية المصريين يقول لك فراسة بفتح الفاء، لكن لغة من حيث اللغة الفصحى بكسر الفاء فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. وإذا نظر بنور الله كان هذا النظر
أوعى نظر وأقوى نظر. ولذا الفراسة قال خاطر على القلب، يبقى هي نوع من الخواطر، يبقى الفراسة خاطر على القلب، فالفراسة خاطر، يبقى خاطر رباني لأنه بينظر فيها بنور الله، يبقى خاطر رباني. والفراسة خاطر على القلب فينفي ما يضاده لأنه قادر، لأن الخاطر الرباني قادر فينفي كل ما يضاده، خلاف الخاطر الملكي يضاد الخاطر النفساني والخاطر الشيطاني، وكذلك الخاطر الشيطاني والنفساني يضاد الخاطر الملكي. يعني الإنسان بيتنازع بين الخير والشر، نفسه تنازع بين الخير والشر، أما الخاطر الرباني فلا يضاده شيء لأنه خاطر على القلب من الله عز وجل. وله على القلب حكم، حكم يعني إيه؟ يعني قاضي، حكم يعني قاضي. وله على القلب حكم اشتقاقا مشتقة من فريسة السمع، وليس في مقابلة الفراسة مجوزات للنفس. يعني لما يجي لك خاطر رباني فيه نوع فراسة لا يوجد أمامه احتمالات أخرى، يعني تجد أن الإنسان عنده يقين أن الأمر هكذا بلا احتمال آخر، لا يقبل مجوزات أخرى. ده كل دي تعريف للخاطر الرباني اللي هو فيه فراسة. إنما أي خاطر آخر غير الفراسة يبقى فيه احتمالات، ولا محتمل كذا وأظن كذا متوهم كذا أشك كذا، يبقى فيه كذا احتمال. أما الفراسة فلا مجوزات فيه، تأتي خاطر في القلب قهري له حكم على القلب يستولي عليه، ثم بعد ذلك زي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني شيء عجيب، أم خايفة على ابنها وما ما تخاف عليه ترميه في البحر، وبعدين تعمل كده، دليل انه لا يضد شيء، لا يضد شيء، يعني يكون قهري تقوم تعمله وهي مقتنعة تماما ان هو كده عين المصلحة، لما ان لو اي حد شافها يمنعها. ازاي واحدة بترمي ابنها لسه مولود في البحر؟ شيء عجيب. دي انواع من الخواطر الربانية القهرية التي يجعل الله سبحانه وتعالى العبد يفعلها وهو قاهر فوق عباده فيها. وليس في مقابلة الفراسة مجوزات للنفس، يعني أي احتمالات أخرى، وهي على حسب قوة الإيمان. كل ما كان الإنسان إيمانه قوي كل ما تكون أحد في الفراسة، يكون عنده حدة في الفراسة شديدة. سيدنا عمر كان مشهور بالحكاية دي، كانوا يقولوا عليه محدث، سيدنا عمر بن الخطاب كان محدثا، يعني كان عنده الفراسة قوية شديدة. وسيدنا أبي بكر الصديق لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة رجل خيره الله بين أن يبقى أو يختار الملأ الأعلى فاختار الملأ الأعلى، فبكى سيدنا أبو بكر، فهم أن الرجل هو النبي، مع ان كل الصحابة قاعدين مش فاهمين، لا سيدنا ابو بكر قاعد يبكي بعد ما سمع هذا من النبي مباشرة، يبقى عنده فراسة، يبقى يفهم على طول. وزي برضو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سأل سيدنا عمر بن الخطاب جمع من الصحابة جالسين وكان فيهم سيدنا عبد الله بن عباس وكان شاب، قال ما تقولون في هذه الآية؟ كل قال ظاهر اللفظ، لكن سيدنا عبد الله بن عباس قال فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نعي النبي، بفهمها بالفراسة بالإشارة. وهي على حسب قوة الإيمان، فكل من كان أقوى إيمانا كان أحد فراسة. وقال أبو سعيد الخراز يبقى الفراسة ناتج عن الإيمان، ناتجة عن مقام الإيمان مش مقامات الإحسان، ناتجة من مقامات الإيمان مش مقامات الإحسان، لأن مقامات الإحسان بينتج عنها أحوال أخرى، ينتج عنها التوكل، الرضا، الأنس، الثقة بالله. يبقى الإحسان له مقامات والإيمان له مقامات. وهي على حسب قوة الإيمان، فكل من كان أقوى إيمانا كان أحد فراسة. وقال أبو سعيد الخراز من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟
قلت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، اللي هو العبد الذي يتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبه، فاذا احبه كان سمعه وكان بصره. وقال ابو سعيد، وعلشان كده الفراسه في انواع منها ياتيك من خارج، ياتيك من الخارج، يعني ولو حتى تسمع هاتف فيعلمك شيء، ولو يكون هذا الهاتف من اي جهه. وكثير من الاولياء كان يسمع هواتف، يسمع هاتف كده، زي سيدنا ابراهيم بن ادم وهو بيصطاد، وكان من الامراء وفي رحله صيد في بدايه امره، وكان منهمك في الصيد، سمع هاتف يقول له ألهذا خلقت؟ هاتف كده. يبقى دي برضه نوع من الفراسه، يقوم يفهم على طول ان الهاتف ده موجه له، مش موجه لاي حد ثاني. مع انه لما سمع الهاتف ده ألهذا خلقت؟ كان معاه ناس كتير، وممكن يقول ده الكلام ده للناس تانيين، لكن مش ليا. لكن فهم على طول ان الهاتف ده له هو مخصوص، وفهم منه معنى تاني. حتى اللي معاه لو سمعوه يفهموا منه معنى وهو يفهم منه معنى. فده برضه نوع من الفراسه. يبقى الفراسه انواع كثيره. لدرجه ان ممكن تسمعها حتى في صوره صوت واحد بينادي على الحاجه اللي بيبيعها. زي واحد مثلا ماشي في السوق فسمع واحد يقول زعتر بردي، زعتر بردي. هو سمع اسعى ترى بردي. اسعى ترى بردي. ما سمعهاش زعتر بردي. سمعها معنى ثاني. وهكذا يبقى كل واحد بيبقى ليه مع الله في الاكوان تعامل. وكلما رقى قلبه وقوي ايمانه كلما كان استمداده من الاكوان اعلى، لان الله سبحانه وتعالى ظاهر في الاكوان. لان لولا ظهوري فيها ما ظهرت. ولكن هناك من حجب بالاثر عن المؤثر، وبالفعل عن الفاعل، وبالصفه عن الموصوف، وبالاسم عن المسمى. وهناك من لا يحجب. وعلشان كده على قدر ايمانك على قدر تعاملك في الاكوان. لدرجه ان احد الاولياء قال: كنت اكلم الناس 40 عاما ويظنون اني اكلمهم وانا لا اكلم الا الله. هو يتعامل مع الاكوان على انها كلها من الله تجليات. فيتعامل مع الله في كل جهه. مع زوجته، مع الناس، مع الجيران، مع الاولاد، مع نفسه، هو يتعامل مع الله ليل نهار. وقال ابو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسه نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفله، بل حكم حق جرى على لسان عبد. يعني حكم حق يجري على لسان العبد، يعني كان الله يجري الحق على لسانه. وقوله نظر بنور الحق يعني بنور خصه به الحق سبحانه. لأن الكل بينظر بنور الحق، خد بالك، حتى الكافر. هو الكافر مش بينظر إلا بالله. هو في حد عنده قوة ذاتية؟ في مخلوق في الأكوان له قوة ذاتية؟ كل قوته من الله، لأنه لا قوة إلا بالله. يستوي فيها الملك ويستوي فيها النملة. والميكروب الصغير الذي تراه بالمجهر كله يتحرك بالله. فكل طاقة في الأكوان وكل أثر في الأكوان هو من المؤثر. ولكن هنا يقصد نور زائد، نور توفيق. ينظر بنور الله يعني بنور الحق، اللي هو إيه؟ نور التوفيق الذي يرى من خلاله العبرة ويرى من خلاله العظة فيتعظ، بحيث أنه غيره يراه ولا يرى منه إلا الحجاب، وهو يرى من وراء الحجاب الذي يري الأشياء كلها وهو الله سبحانه وتعالى. فيجده ظاهر في كل شيء، يجده ظاهر في كل شيء. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ أكان لغيرك من الظهور ما هو ليس لك فيكون هو المظهر لك؟ كل دي كلام بيقوله في المناجاة، بيناجي ربه كأنه رأى الله في كل شيء. وده يسموه الوحدة الشهودية، هي اللي يسموها وحدة الشهود عند الصوفية. وحدة الشهود عند الصوفية أنه يرى الله في كل الأشياء، فاعلا، مؤثرا، مريدا، قادرا، قاهرا، فلا يرى إلا الله فاعلا. فيبقى عنده حاجة اسمها وحدة الشهود، فيرى الواحد في الكثرة، لأن الأكوان فيها كثرة كثيرة، فيها أفعال كثيرة، وفيها أشكال كثيرة، وفيها مرائي كثيرة لا تنتهي، لا يعلمها إلا الله، لكن موجدها واحد هو الله. فلا يرى في هذه الأشياء الكثيرة إلا حاجة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، يسموها وحدة الشهود.
بلا اتصال ولا انفصال ولا حلول، يسموها الوحدة الشهودية، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به تحققا وتعلقا بإتحاف عنايتي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. هذه المعنى. وقال الواسطي: إن الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب، وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق سبحانه إياها، فيتكلم على ضمير الخلق. ضمير الخلق يعني ما خبها. سواطع أنوار، كلام الفراسة سواطع يعني أنوار ساطعة، من باب إضافة الموصوف الموصوف إلى صفته، هي أنوار ساطعة يعني أنوار لامعة قوية، فيروح يقول لك سواطع أنوار، يعني من باب تلوين العبارة. سواطع أنوار لمعت في القلوب، يبقى أضاءت في القلوب، فأزالت كل حجاب، أزالت كل حجاب للآثار، رأت المؤثر أو رأت العبرة، رأت العبرة من وراء الحكمة، من وراء القدرة، من وراء الصفة الفاعلة، من وراء الاسم المؤثر في الصفة، ثم بعد ذلك الذات. يبقى دي كلها تخليه يخترق الحجب الكثير. سواطع أنوار لمعت في القلوب، وتمكين معرفة، يبقى معرفة ممكنة في القلب يعني قوية لا تستطيع أن تزحزحها. حملت السرائر يعني إيه؟ جعلت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حملتها يعني نقلتها، السرائر اللي هي سر الأرواح، لأن الأرواح من عالم الأمر وهي باطنة في الجسم، فالروح باطنة في الجسم وإن كان أثرها ظاهر إلا أنها باطنة في الجسم. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه السرائر يحملها بهذه الأنوار، كأن هذه الأنوار والمعارف مركب تركبها السرائر تنتقل من سر إلى سر، فأصبحت الظواهر لا تحجبها، وعلشان كده تطلع على سرائر غيرها بالأكوان. كل ده بيحاول يعرف لك ازاي بتحدث الفراسة في قلب الولي او في قلب المؤمن. وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب الى غيب، يعني من ضمير الى ضمير، من بطون الى بطون، من باطن الى باطن، حتى يشهد الاشياء من حيث اشهده الحق، يشهد حقيقتها من صورتها، لان كل شيء في الخلق له صورة وله حقيقة، والحقيقة لها حق، يبقى ثلاث حاجات: صورة وحقيقة وحق. فالصورة بتحجب أهل الحجاب، والحقيقة هي تعامل الأولياء، والحق هو تعامل الأنبياء، فالأنبياء حجابهم أرق، والولي حجابه أغلظ، والمؤمن حجابه أغلظ وأغلظ، والكافر محجوب بالكل، فلا يرى إلا الأفعال فقط ولا يرى الفاعل الحقيقي. حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق سبحانه إياها، فيتكلم على ضمير الخلق اللي هو فيرى الحكمة، فيرى الحكمة مغلفة بالقدرة سبحانه وتعالى، ويرى الإرادة فاعلة من خلال القدرة، فلا يتدافع مع الأكوان ولا يتعارك معها، بل هو مستسلم راضي لأنه يتعامل مع الله على كل حال. ويحكى عن أبي الحسن الديلمي أنه قال: دخلت أنطاكية، يعني دي مدينة في الشام، لأجل أسود، قيل لي يعني رجل ولي أسود، يعني لونه أسود ظاهر أو هو مشهور بهذا الاسم، لأجل أسود قيل لي إنه يتكلم على الأسرار، يعني قالوا إن في رجل من أهل الكشف، إحنا بلغة المصريين ولكن من أهل الكشف. فأقمت فيها إلى أن خرج من جبل لكام، قعد انتظر في أنطاكية لحد ما جاء من جهة جبل لكام، اسم جبل لأنه زي ما نقول جبل المقطم كده في مصر، اسم الجبل، ومعه شيء من المباح يبيعه، وجاي بيبيع حاجة من أي حاجة بتباع مباحة يعني. وكنت جائعا منذ يومين لم أكل شيئا، فقلت له: بكم هذا؟ وأوهمته أني أشتري ما بين يدي، فهو عرف من أهل الفراسة، عرف أنه هو جاي بس إيه، عامل نفسه بيشتري ومش هيشتري، فقال له: طب اقعد. فقال: اقعد ثم، يعني هناك، ثم ده ايه هناك يعني، ثم ده ظرف مكان،
فإذا رأيت ثم رأيت، يعني هناك، يعني ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان. ثم غير ثم، ثم بالضم دي لا يعني تفيد التراخي، أداة عطف تفيد التراخي. اقعد ثم حتى إذا بعناه نعطيك ما تشتري به شيئا. قال له اقعد انتظر في الحتة دي حتى ما بيع اللي معايا ويبقى معايا ايه نقود اعطيك تشتري به ما أردت. فتركته وسرت إلى غيره، فسابه وراح في السوق يسأل ثاني، يهمه أنه هو فعلا عايز يشتري، أهمه أني أساومه. ثم رجعت إليه وقلت له إن كنت تبيع هذا فقل لي بكم، فقال إنما بعت يومين. قال له بقى معلومة أقوى، قال له إنما بعت يومين، اقعد ثم حتى إذا بعناه نعطيك ما تشتري به شيء. فقعدت، فلما باعه أعطاني شيئا ومشى. فتبعته، فالتفت إلي وقال لي إذا عرضت لك حاجة فأنزلها بالله تعالى إلا أن يكون لنفسك فيها حظ فتحجب عن حاجتك. يعني ما يبقى عندك حاجة اجعلها بينك وبين الله، إلا أن يكون لك حظ فيها فهتلاقي فيها حجاب، لكن لو جعلتها بينك وبين الله يقضيها لك، لكن لو كان فيها شهوة نفسي يحصل بقى التعب والعناء. ليه؟ لأنك تطلبها بنفسك لا بالله. فهو بيحاول يعز، يعني يقول له إن أردت أن تصل إلى ما وصلت إليه من التعامل بهذه الفراسة فعليك أن تنزل حاجتك بالله عز وجل، ولا تتناول الأكوان بشهواتك بل تناولها بالله. يعني يخرج الإنسان، يبدأ الإنسان أول إياك نعبد وإياك نستعين، هي معناها كده. أي أولا تبدأ بالله، تبدأ إلى الله مريدا سالكا مجتهدا، أي بنفسك تقومها على شرع الله وتخالفها في شهواتها حتى تتهزم، ثم بعد ذلك تفنى وتستسلم لك على شرع الله فتصل إلى مراد الله مستعينا به، فتصير قوتك بالله بعدما كانت قوتك بنفسك، فتجد نفسك بعد ذلك استعنت بالله، بدأت عابدا بنفسك وانتهيت عابدا بالله. يعني عبد لله وفي عبد بالله، تبدأ عبدا لله وتنتهي عبدا بالله، يعني أي تصير مرآة يتجلى الله فيك فيجري ما يريده عليك وعلى الخلق من خلالك. لا، وهو دريان يفضل دريان، مش هيبقى مجنون ولا حاجة، لكن تصير خواطره كلها وكل مراداته وفق مراد الحق، وفق مراد الحق. احنا قابلنا أولياء تيجي تسأله حاجة معينة ليك، هو ربنا يعلمه انها مش من نصيبك، ما يرضاش يدعيلك. اول ما ما يدعيلكش تعرف على طول انها مش من نصيبك. ليه؟ لانه ده بالله، ده ماشي بالله. تيجي تقول له انا خطبت فلانة وادعيلي عم الشيخ كده علشان ايه ربنا يسهل لنا الجواز، قول ربنا يديك غيرها. طب احنا بنتكلموا على واحدة، يقول لي غيرها دلوقتي، فهمت ازاي؟ لانه ربنا اعلمه انها مش من نصيبك. تيجي بعد كده تعمل حاجة تانية يقول لك ربنا يوفقك، ايه دي من نصيب، ماشي وهكذا. ليه؟ لانه اصبح بالله. تيجي تسأله بتعرف ازاي، يقول لك انا ما اعرفش، هو هي كده، هي كده من الله، ليجريها الله على لسانه، لانه صار عبدا بالله. ودي درجة تانية، كنت سمع الذي يسمع بصر الذي يبصر. لا، من قال؟ هو بياخد بالاسباب برضه، بس في الاول الذي يكون لله يكون فيها نوع تكلف وجهد، لانه يعني ما زال ايوه، ما هو بياخد بالاسباب، الشر كله واخد بالاسباب. طبعا 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 طبع. بس الفرق ان في واحد في بدايته يكون الشرع ثقيل على نفسه فيجاهد نفسه، وبعدين بعد كده لما يرتقي ويصدق مع الله تلاقيه يسير على نفسه، تصير يعملوا كده كانه بياخد نفسه. عارف انت بتتكلف انك تاخد نفسك؟ ما بتتكلفش. لكن تصور بقى واحد كده عنده ازمه ربويه وقاعد كل نفس قاعد بيعمل حسابه تعبان، او الاولاني اللي ليلة ده عنده رب وبياخد نفسه بس عنده رب بيتنفس الشرع يعني تكلفا، وبعد كده لما ربنا يشفيه من نفسه ومن شهواته فتبقى المنازعه قليله،
فتبص تلاقي الخير يجي عليه على طول، واستسلام الى قدر الله، ما ينكفش الاكوان ولا يتعلق قلبه الا بما قسمه الله له، فتلاقيه مش حزين على حاجه لانه صار خلاص قانعا راضيا مرضيا. فتبص تلاقيه بعد كده بقى بيعمل الشرع بلا كلفة، زي ما انت بقيت بتاخد نفسك بلا كلفة لانك خفيت. فاهم؟ زي المثال ده يعني، بحاول اقربه لك بطريقة، لكن الناس بترتقي بالطريقة دي مع الله. واللي مش مصدق يسلك، ولما يسلك يترقى، وهيلاقي نفسه انه من 20 سنة كانت الصلاة صعبة عليه قوي، وحضور الجماعات صعبة عليه، دلوقتي بقى سهل عليه قوي، بل يمكن يتأذى لما تفوت الصلاة، وكان زمان لما تفوت الصلاة كان يزعل، ما يزعلش، يقول لك ما نصليها بالليل، هي يعني بنروح وخلاص، لكن دلوقتي يتأذى أذى شديد، يبقى هو برضه ارتقى، وأصبحت الشرع الشديد بقى جزء من مكونات نفسه السوية، بحيث نفسه لا تستقر إلا بإنه يبقى ماشي وهكذا. مش مطلوب منه، مطلوب يستمر على مع الله على ما يريد، مش مطلوب منه حاجة، هو مش مطلوب منه إلا إنه ماشي مع الله على ما يريد، مكلف بالشرع زي ما انت مكلف. ما هو في التكليف هيترفع، المطلوب منه يعيش عبد لله راضي بالله، لكن الغيره عايش عبد بيناكف مش مبسوط، يقع في الابتلاء مش راضي، يعطى شيء طمع عايز حاجه تانية، واخد بقى؟ انما هو لا، هو بقى خلاص بقى راضي بما اقامه الله فيه، ومستمر على مراد الله منه، واخد بالك؟ قائم بشرع الله، وصار هاديا مهديا. والله احنا لما يجي واحد يقول لنا كده، واخد بالك، نحسن الظن بيه ونقول يا سلام ادعي لنا يا عم الشيخ، لان احنا مطلوب اننا نحسن الظن بالناس جميعا، ونتهم انفسنا ولا نتهم غيرنا. لما يجي واحد يقول كده ما اقولش ده بيدعي، اقول يا سلام ده وصل وانا ما وصلتش، يقوم ده يكون دافع ليا ان انا اكذب، لكن مش دافع ليا ان انا اقول لا ده بيدعي وده كذاب، وبعدين افضل انا بلا اجتهاد. يعني احنا مطلوب ان بعض الظن كويس، انا ما احسن الظن بانسان بيقول شيء ويطلع ان هذا الانسان كان كاذبا، يبقى انا خدت ثواب حسن الظن وهو خد عقاب مع الله. لكن لما يكون بيقول هذا الكلام وهو فعلا حصل، وبعدين انا اسات الظن وقلت انت بتدعي وطلعت انا كذبته وهو ولي، يبقى عديت ولي، يبقى انا رحت بدعي، مش كده برضه؟ يبقى اللوم لؤم، فرقها همزه، اللوم لؤم، لؤم نفس، يعني تقعد تلوم غيرك وما تلومش نفسك، يبقى دليل على لؤم النفس. لكن الانسان الصالح اللي عايز الصلاح يستشعر ان كل الناس حلوه وهو لسه اللي ناقص، على شكل الانسان ينشغل بذنبه وينشغل بتقصيره اكثر ما زي واحد يقول لك انا بروح حلقات الذكرى، لي واحد قاعد يعمل كده يا اخي، قاعدين يرقصوا ويفقروا يا عم متكلفين. الله، طب يعرفك متكلف؟ يمكن هو مش متكلف، يمكن دي انوار الذكر فبيحاول يخففها بالحركه. ايه المانع يعني انوار التجليات وانت عشان محروم عايز تبقى كل الناس محرومه زيك؟ يعني عايز تخلي الناس تحكم عليها بنفس المستوى؟ خد بالك. لكن ايه المانع انك انت تقول تحسن الظن بيه؟ تقول لي يا سلام ده مش بيفقر ولا حاجه، شوف انوار الذكر عملت فيه ايه؟ يا ايه الحلاوه دي؟ يا رب يا رب نور قلوبنا زيهم. تبقى نظره مختلفه. تلاقي نظرتك بقت مختلفه، احسنت الظن بالمسلمين واسات الظن بنفسك، فيقوم ربنا يرقيك، من تواضع لله رفع. انما ما تعيش كده حكم على الناس، وده بيدعي وده بيقول وده وحش وده مش عارف وده ايه وده، لا مش عايزين كده. ايوه، لانهم كمل، لانهم كمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه النبي، صحبه النبي بتقوي بتقوي وتخليهم اقوياء. لكن في بعضهم حصلت منه الفلتات، يعني في بعضهم سمع ايه واحده شهق ومات ما تحملهاش، مش كده برضه؟ القصص معروفه. وفي بعضهم من الكمل اللي كان تحسبهم ايه يعني، يعني وترى الجبال تحسبها جميله وهي تمر مر السحاب، زي سيدنا عمر وزي سيدنا ابو بكر الكبار، دول كانوا يتحملوا مثل هذه الاشياء. لكن في بعضهم وكان احيانا تاخدهم سطوه الحق برضه ما يتحملش، يقوم يبان منه فلته كده. ايوه، سيدنا عمر كان وهو خليفه
ماشي في الطريق سمع واحد إن عذاب ربك لواقع، فمرض أسبوعا وعدوه بسبب الآية دي، سمع إن عذاب ربك عي أسبوع فيه وراحوا. يبقى بتحصل لهم أحيانا صولة جلال يتأثرون به. أيام النبي ما كانش بتبان قوي، ليه؟ لأن كل نظرة الناس إلى النبي حتى يسجلوا كل خطراته ولحظاته صلى الله عليه وسلم، لأن هي للدين، فما كانوش بيسجلوا خطرات أنفسهم. لكن بعد 200 سنة واستقر الشرع واتكتب والناس اهتديت، ابتدوا الأولياء يسجلوا خطراتهم. خد بالك، عشان كده بدأ علم التصوف ينشأ بيوصف هذه الخطرات وهذه التطورات النفسية الوجدانية اللي بتحصل للإنسان في خلال سلوكه مع ربه بعد 200 سنة. يقول لك طب ما الصحابة ليه ما كتبوهاش؟ لأنهم مشغولين بما هو أهم. كانوا مشغولين بما هو أهم، مشغول بنقل الدين وتثبيت دعائم الدين والجهاد في سبيل الله وفتح البلدان واستقرار الأمور. وبدأ بعد الاستقرار بقى ده، خافوا العلماء إن الأمور دي تضيع، الروحانيات دي تضيع والوجدانيات دي تضيع، فجلسوا ابتدوا يقننوها ويكتبوها. فجم علماء الشريعة قننوا مقامات الإسلام، وعلماء أصول الدين قننوا مقامات الإيمان، وعلماء الصوفية قننوا مقامات الإحسان، عشان يبقى الدين كله هو الإسلام والإيمان والإحسان. فنشأ هذا العلم. عشان ويحكى سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت الكتاني يقول: الفراسة مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وهو من مقامات الإيمان. وقيل كان الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى في المسجد الحرام، فدخل رجل فقال محمد بن الحسن: أتفرس أنه نجار؟ وقال الشافعي: أتفرس أنه حداد. فسألاه فقال: كنت قبل هذا حدادا والساعة أنجر. يعني الاثنين، ودي اسمها الفراسة العادية. دي ايه؟ فراسة عادية بالقرائن. دي اسمها فراسة عادية بالقرائن. يعني واحد حداد، الحداد غالبا بتبقى مثلا ايه، علشان بيتعرض للفح النار وكده، تلاقي جلده الظاهر تلاقيه غامق شوية وايده شوية خشنة. والنجار علشان بيستعمل مثلا منشار معين يبقى ليه مثلا ايه شكل معين في ايديه، فيبقى ايه كل واحد تفرس هذه الاشياء فوجدها، فده قال وده قال. بس هنا يبين لك ان فراسة الامام الشافعي اعلى، لانه كان حداد قديم بالرغم قدم الحدادة، الا ان اشارات الحدادة في جسمه ما زال الامام الشافعي الاطول، لان النجارة حديثة عليه، والنجارة يبقى اثارها اوضح لانها حديثة والحدادة سبب له كتير، فدل على ان فراسة الشافعية اقوى. مش عشان احنا شافعية، وعشان احنا شافعية. رضي الله عن الجميع ونفعنا الله بهم وبعلومهم. دي سموها الفراسة العادية اللي هي فيها نوع من الخبرة والدراية والممارسة، ودي تلاقيها عند القاضي وعند يعني الشرطي اللي هم بتوع المباحث والحاجة، لازم يبقى عنده فراسة لما يخش في مسرح الجريمة ويبتدي كده يبص عليها، والطبيب الشرعي يعني لازم يبقى عنده هذه الفراسة اللي هي الفراسة اللي بيكتسبها بالخبرة بكثرة الميران وكثرة التجارب، بحيث ان كده يعاين الموقف وانت تعاينه معاه، هو يطلع منه معلومات انت ما شفتهاش خالص. ليه؟ لانه عنده فراسة من كثرة التجارب. لكن احنا الفراسة اللي بنتكلم عليها عند الصوفية دي خاطر رباني قهري وهمي مش كسب، يجي له كده يتستولي عليه، ملوش طريقة للتعليم يعني. يبقى الفراسة دي غير الفراسة. وقال أبو سعيد الخراز: المستنبط من يلاحظ الغيب أبدا ولا يغيب عنه ولا يخفى عليه شيء، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: لعلماء الذين يستنبطونه منه. يبقى اللي بيستنبط ده بينظر للظاهر وللباطن في آن واحد، واخد بدال المستنبط يعني لا يغيب عنه الظاهر، لكن ينقب ما وراء السطور مع عدم غياب ما في السطر، ده المستنبط. وده برضو دليل على التقليد، لان في جماعة اللي هم ضد المذاهب يقول لك: ليه انت تدرس المذاهب؟ ما تاخد من الحديث على طول، القرآن على طول. طيب وانت مش اهل لانك تاخذ من القرآن مباشرة لضعف لغتك ولعدم دراستك القواعد الفقهية اللي بيها تستنبط الاحكام، وكذلك ما تعرفش علم الحديث العلم الكافي، ولم تستوعب كل الوارد عن النبي في كل مسألة حتى تستطيع ان تستنبط قول واحد، فازاي انت هتاخد من الحديث مباشرة؟
فلابد انك انت تروح للي هم فيهم هذه الامور وتمشي وراه. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى احنا نرده لمين؟ لاهل الاجتهاد، ونقلد اهل الاجتهاد. فهذه الآية فيها دليل على ايه؟ على التقليد لمن ليس عنده اجتهاد. ها؟ طبعا هيفضل كده كل ما يجي، كل ما تجد مسائل، كل ما اهل الاجتهاد يستنبطوا ليها حكم جديد. لكن الانسان اللي هم مش الناس اللي هم مش من اهل الاستنباط ما يجيش يقول لك انا باخد بالقران والسنه مباشره. ازاي تاخد انت بالقران والسنه مباشره وانت مش من اهل الاستنباط؟ لازم تردها الى الذين يستنبطونه منه. يبقى انت لما بتيجي ترد عبادتك للامام الشافعي وتمشي وراه كمذهب، ترد العباده بتاعتك للامام مالك وتمشي وراه، لان الامه اجمعت على المذاهب دي وانهم اهل فضل وانهم استوعبوا احكام الدين، يبقى لا باس، ما فيهاش حاجه. ده ردا بس على ايه؟ على الناس اللي هم اللامذهبيه. والمتوسم هو الذي يعرف الوسمه وهو العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات. يعني المتوسم اعلى من المستنبط شويه. المتوسم يبص للاشارات بقى وينظر للاشارات نظره يستنتج منها علم يقيني. يبقى التوسم اعلى من ايه؟ من الاستنباط، حاجه اعلى شويه. وهو العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للعارفين بالعلامات التي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه. والمتفرس ينظر بنور الله تعالى، وذلك صوافع وأنوار لمعت في قلبه فأدرك بها المعاني، وهو من خواص الإيمان والذين هم أكبر منه حظا الربانيون. يبقى بعد المتفرسين المتوسمين المقام اللي بعديه الرباني. قال الله تعالى: كونوا ربانيين، يعني علماء حكماء متخلقين بأخلاق الحق نظرا وخلقا، وهم فارغون عن الإخبار عن الخلق والنظر إليهم والاشتغال به. وقيل كان أبو القاسم المنادي مريضا، كان من الأولياء الكبار وكان بيشتغل منادي في السوق، يعني أجروه ينادلهم على البضاعة ويدلوا أجر، وكان ولي كبير. فكان مريض وكان كبير الشأن، يعني كبير الشأن في العبادة والصلاح، من مشايخ نيسابور. فعاده أبو الحسن البوشنجي، منسوب إلى بوشنجي دي يعني قرية صغيرة جنب نيسابور. فراح يزوره أبو الحسن ومعه الحسن الحداد، واشتريا بنصف درهم تفاحا في الطريق نسيئا. اشتروا تفاح وهم رايحين يزوروا مريض، نسيئة يعني ما دفعوش الأجر ثمن، قالوا له على الأجل يعني شكر، بلغة المصريين شكر، يعني ما دفعوش نسيئة. وحمله إليه، فلما قعد قال أبو القاسم: ما هذه الظلمة؟ إيه الظلمة اللي جت معاكم؟ فخرج وقال: ماذا فعلنا؟ وتفكر فقال: لعلنا لم نؤدي ثمن التفاح. فأعطياه الثمن وعاد إليه، فلما وقع بصره عليهما قال: هذا عجب، أيمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما. فذكر له هذه القصة فقال: نعم، كان يعتمد كل واحد منكما على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل يستحي منكما في التقاضي، فكان تبقى التبعة وأنا السبب، وإنما رأيت ذلك فيكما. يعني الرجل الكسب ياخد الثمن من مين؟ وانتوا كل واحد معتمد على الثاني يدفع. فالراجل استحى وسكت، فكان هتفضل التبعه دي عليا لان انا السبب. وكان ابو القاسم المنادي هذا يدخل السوق كل يوم ينادي، فاذا وقع بيد ما فيه كفايته من دانق الى نصف درهم خرج منه وعاد الى راس وقته ومراعاه قلبه. يعني كان يشتغل في السوق فتره بسيطه لحد ما ياخد اجره بسيطه تكفيه اليوم ده، يروح بعد كده يقعد يعبد ربه ويراعي ايه ربه، عبادة الوقت اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هو يعبد الله في الانفاس، لان في كل لحظة لله فيك نفس يمديه وحكم يمضيه. وقال الحسين بن منصور: الحق اذا استولى على سره ملكه الاسرار. الحق اذا استولى على سر ملكه الاسرار، فيعاينها ويخبر عنها. وسئل بعضهم عن الفراسة فقال: ارواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيوب، فتنطق عن أسرار الخلق
نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان، لأنه ما عندوش احتمالات. المتفرس ده ما عندوش احتمالات، مش بحسبها كذا أظن كذا، ما عندوش، ده بينطق بالحق. وقيل كان بين زكريا الشختني، يعني ده منسوب لقرية شختن برضو جنب نيسابور. وقيل كان بين زكريا الشختني وبين امرأة سبب قبل توبته، يعني كان في علاقة بينه وبين امرأة قبل التوبة بتاعته. فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الحيري، وبعدما صار من خواص تلاميذه فتفكر في شأنه، افتكرها وهو واقف جنب شيخه كده، فرفع أبو عثمان رأسه إليه وقال: أما تستحي؟ يعني كأن ربنا بيوريهم الخواطر. وحصلت للصحابة يعني حاجات زي دي. قال الأستاذ الإمام رحمه الله، كنت الأستاذ الإمام اللي هو مين؟ اللي هو أبو عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة. كنت في ابتداء وصلتي بالأستاذ أبو علي الدقاق اللي هو شيخي وحماه لأنه تزوج ابنته بعد. كنت في ابتداء وصلتي بالأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه، عقد لي المجلس في مسجد المطرز، مسجد في نيسابور كبير. قالوا له انت هتدي فيه درس اليوم الفلاني، فاستأذنته وقتا للخروج الى نسق، فأراد يسافر لمدينة نسق فأذن لي فيه. فكنت امشي معه يوما في طريق مجلسه، فماشي معه وهو رايح ايه الدرس بتاعه، فخطر ببالي فخطر ببالي ليته ينوب عني في مجالسي ايام غيبتي. يعني جاب باله قال: يا سلام لو الشيخ ابو علي يحضر المجلس بتاعي فترة سفر مكان، يعني يدي الدرس مكان يعني. فالتفت الي وقال لي: انوب عنك ايام غيبتك في عقد المجالس. كل ده في باله يروح رادد هو علي. فمشيت قليلا فخطر ببالي انه علي يشق علي ان ينوب عني في الاسبوع يومين، فليته يقتصر على يوم واحد في الاسبوع. فالتفت الي وقال: ان لم يمكنني في الاسبوع يومان انوب عنك في الاسبوع مره واحده. فمشيت معه قليلا فخطر ببالي شيء ثالث، فالتفت الي وصرح بالاخبار عنه على الخطا. يعني قال له ايه اخر مره بقى الامر اللي جاب باله بوضوح كده، ازاي المرتين اللي فاتوا؟ قال يمكن الشيخ بقى يتورد افكار، مش ساعات انت تقول تورد افكار، يجي شيخك يقول لك حاجه تقول ايه دي كانت على لساني، يقوم ما تقتنعش قوي ان الشيخ يعني يقوم ايه يقوم يقول لك تاني يقول اه ما هو متوارد افكار، يقوم يجاله الثالثه بقى جابها له بالظبط عشان يعرف ان هي فراسه بقى، ان هي من باب الفراسه عشان يعني ايه. وده برضو بتبقى من ضمن اكرام العبد ان ربنا يكرمه ان يريه خصوصيه شيخه، يقوم يقتنع بيه، يقوم يتشبث بيه، يقوم يستفيد منه. ودي برضو من ضمن اكرام الله للعبد. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن النجيد يقول: كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ، ويقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. أهم أهل الصوفية، أهم مش أهل بدع ولا أهل درويش، هم بيعملوا المعاصي ويقول لك احنا او شايف او امسك نفسي عن الشهوات يعني المعاصي، وعمر باطنه بدوام المراقبه يعني الاحسان، وظاهره باتباع السنه فلا يعمل البدع. هم كده، هم دول علماء الصوفيه الحقيقيين. ما تبصش شويه العالم الجاهله اللي خلوا الناس تكره التصوف. وتعود اكل الحلال لم تخطئ فراسته. وسئل أبو الحسن النوري: من أين تولدت فراسة المتفرسين؟ فقال: من قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، فمن كان حظه من ذلك النور أتم، كانت مشاهدته أحكم، وحكمه بالفراسة أصدق. ألا ترى كيف أوجب نفخ الروح فيه السجود له بقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ لأن الأمر بالسجود لسيدنا آدم كان قبل خلق آدم، الامر بالسجود كان خلق قبل خلق ادم، ووقت السجود كان بعد نفخ الروح. يعني ربنا امرهم بالسجود لادم قبل خلقه، ووقت لهم موعد السجود امتى؟ لما انفخ في الروح. يبقى نفخ الروح دي الوقت، زي ما تقول دخول وقت الصلاه. فهمت المساله؟ فبيقول ونفخت فيه، يعني بيقول ان الفراسه دي حاجه كده قوه روحانيه
تأتي للعبد في داخله كنفخ الروح في جسد سيدنا آدم فنقلته من صلصال من حمأ مسنون إلى بشر سوي. كذلك هذه يعني بيمثلها بنفس المعنى. وروحي هنا نفخت فيه من روحي النسبة هنا نسبة تشريد، أي الروح المخلوقة التي خلقتها سبحانه وتعالى خلقها بيده، يبقى نسبة تشريف وليست نسبة تبعيد وتجزئة، حتى لا يقول الإنسان إن الله حل في الإنسان في الإنسان كما يدعي النصارى أن سيدنا عيسى بن مريم، إحنا مش بنقول سيدنا عيسى بن مريم روح الله وكلمته، روح الله وكلمته، لما يجوا يسمعوه يقول لك طب ما انتوا بتقولوا فيه زي ما احنا بنقول روح الله، واحنا بنقول هو روح الله، احنا بنقول روح الله هنا نسبة تشريف، هم هناك بيقولوا نسبة ايه تبعيد وتجزئة وحلول، فرق كبير. فهمت ازاي؟ يبقى الاضافة هنا اضافة تشريف، وعندهم هم الثانية اضافة تجزئة وحلول وانتقال. وكلمته بكلمة كن، يعني كلمته يعني كن، لانه خلقه بكن. فالروح على اي حال روح سيدنا ادم مخلوقة مش قديمة، الروح مخلوقة وليست قديمة، خلافا لبعض ايه لبعض الفلاسفة الذين قالوا بقدم الاكوان. خلق الله كان الله ولم يكن شيئا معه وهو لا نعلم عليه كان. عايزين نقول سيدنا آدم لأنه ده أبونا ونبي له حقان الأبوة والنبوة، نبقى نقول سيدنا آدم أو نقول أبونا آدم. لا هو ربك سبحانه وتعالى أراد، لا هو أصلا إبليس ما كانش خليفة أصلا خالص، لا لا كان بيتعبد كده وارتقى في العبادات ما يدرش حاجة، بس ما كانش خليفة، ما تقالش عليه خليفة، لكن كان من ضمن خلق الله واجتهد في العبادة وكان عنده كبر في قلبه، هو تظن ذلك لأنه كان يزكي نفسه. لكن هو ربك سبحانه وتعالى أراد أن يخلق إنسان تتنازعه الأهواء كلها حتى يكون مختار ويختبره في اختياره، ثم بعد ذلك يجعل له رسل خير ورسل شر علشان يتم الاختبار. فربك سبحانه وتعالى لأن رحمته سبقت غضبه جعل رسل الخير عددها كثيرة، وجعل رسول الشر واحد بس إبليس. فهو إبليس برضو رسول الله بس رسول الشر، وربنا أرسله على الناس، ولا هو شغال بنفسه؟ مش ربنا اللي قواه وأغراه وقال له إداله، واخد بالك إزاي؟ لكن هو إرادة الله، دي إرادة الله حتى يتم الاختبار، حتى يتم الاختبار ويتم ليميز الخبيث من الطيب. لكن هل هو بيشتغل بنفسه يعني؟ هل يعصى الله قهرا؟ وكله بإرادته. يبقى إبليس، وعشان كده بعض الأولياء يقول لك إبليس رسول الله في كتبه، يقوم الناس اللي بيعترضوا على الصوفية يشوف شوف الصوفية المجرمين، طب ما هو رسول الله يعني رسول الشر الى الخلق، لان الله خلق الخير والشر فجعل للخير رسل وللشر رسل حتى يتم الاختبار، مش كده؟ ما هي اداة من اداوات الله عز وجل يختبر بها العباد، فهو رسول واحد للشر والرسل للخير كثير، منهم من قصصنا عليكم ومن لم نقصص. يبقى هذه المسألة. فلما ربك سبحانه وتعالى اراد ان يظهر قهره سبحانه وتعالى وأن يظهر بصفاته في كونه، فلو كان الكون كله مطيع كيف يظهر أنه تواب وأنه رحيم وأنه حليم وأنه ودود وأنه غفور؟ مش هنعم، هتفضل هذه الصفات مخفية وغير عاملة. فخلق الإنسان حتى تظهر فيه كل صفاته فيتم فيه الخلافة الكاملة، لأن الخليفة الكامل هو الذي يظهر صفات من أخلفه. الملائكة لم تكتمل فيهم الصورة، لم تكتمل فيهم الصورة أبدا، لأنه لم تكتمل فيهم إلا الجمال، أين الجلال؟ لم يظهر الجلال، فلابد أن تكتمل صورة الجمال والجلال مختلطان
ومتميزات مختلطان في الإنسان، فكملت الصورة في الإنسان، وتمايز في الملائكة وفي إبليس وأتباعه. في إبليس الجلال قهر فقط، وفي الملائكة جمال فقط، وفي الإنسان جمال وجلال، فالإنسان أكمل. خدت بالك إزاي؟ الإنسان الكامل. فدي إرادة الله أن يجعل الإنسان الكامل حتى يظهر الإنسان الكامل. والإنسان الكامل مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن أكل سيدنا آدم من الشجرة ما كان إلا لأجل خروجه من الجنة حتى يتناسل فتظهر الحقيقة المحمدية اللي هي مراد الله من الأكوان اللي هو الإنسان الكامل. الله الله. فكلها شكاية ماشية سلسلة واحدة. وهذا الكلام من أبي الحسن النوري فيه أدنى غموض وإيهام بذكر نفخ الروح لتصويب من يقول بقدم الأرواح. هو خايف الشيخ عبد الكريم الناس اللي قالوا بقدم الأرواح يستنتجوا منه من الكلام ده قدم، لكن هو ما يصبش كده. ولا كما يلوح لقلوب المستضعفين، فإن الذي يصح عليه النفخ والاتصال والانفصال فهو قابل للتأثير والتغيير. لو اعتبرت أن اتصال وانفصال من الله وكده ده هي دليل ان الله يتغير، والتغير علامة الحدوث والله قديم، يبقى ما تجيش في بالك الحدة. وذلك من سمات الحدوث، وان الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين ببصائر وانوار بها يتفرسون، وهي في الحقيقة معارف، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فانه ينظر بنور الله اي بعلم وبصيرة يخصه الله تعالى به ويفرده به من دون اشكاله، وتسميه العلوم، وتسمية العلوم والبصائر انوارا غير مستبدع، ولا يبعد وصف ذلك بالنفخ والمراد منه الخلق. وقال الحسين بن منصور المتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده ولا يعرج على تأويل وظن وحسبان. يبقى إيه المتفرس؟ يقول الحق قول واحد لأنه ما يعرفش احتمالات. وقيل فراسة المرودين تكون ظنا يوجب تحقيقا، وفراسة العارفين تحقيق يوجب حقيقة. يعني المريد في بدايته يبقى عنده برضه نوع من الفراسة، فلما بيقولها في الأول بيظهر بعد ذلك بالواقع أنها فعلا كانت حقيقة، بخلاف المتمكن العارف. المتمكن العارف تحقيق من الأول يوجب حقيقة، يبقى في الأول المريد بيبتديها غلبة الظن، يقول لك أنا الموضوع ده أنا مش مستريح له، مش عارف ليه، وبعدين بقى يمشي فيه يقوم يلاقي فيه نكد، يقول مش بقول لك انا مش مستريح مش عارف ليه، يبقى بدأ الظن وانتهى التحقيق. ده بداية المريد، انما العارف بيبقى حاجة تانية، وفراسة العارفين تحقيق يوجب الحقيقة. والعجيب ان الله سبحانه وتعالى بقهره ينفذ امره حتى على العارف وهو يعرف ان هذا فيه حد. فما تفتكرش ان فراسة العارف هتمنعه من الوقوع في البلاء والابتلاء، لا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده، تبقى عارف حتفك ورايح كردين. سيدنا الحسين رايح عارف ان كربلاء دي هيموت فيها وهيدفن فيها، وان هم كلهم متخلين عنه، وانه عارف كل ده بالرؤى وبالكلام وبالوضوح وبالشعر وكل حاجه، عارف كل حاجه، لكن ماشي الى حتفه برغبته اختياره حتى لا تنتهك حرمه المدينه ومكه من اجله. الله الله الله. فباع نفسه من اجل حرمه المدينه ومكه. الله. لانه هو كان مستهدف، هو كان عارف انه مستهدف. الله. مش هيقتلوه هيقتلوه، بايع لم يبايع هيقتلوه هيقتلوه، مش طايقين يعيش هناك لانه الناس هتلتف حوله حيثما ذهب، فكانوا هو مستهدف ومطلوب، فخرج من المدينه حتى لا يستهدف داخل المدينه فتنتهك حرمه المدينه. الله. وقالوا له طب روح مكه، قال لهم لا تنتهك حرمه مكه من هذه. الله. الله. حتى عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه لم يمشي على نهج سيدنا الحسين. الله. فلما بويع قعد في مكه، ومكه ضربت بالمنجنيق من اجله، وانتهكت الكعبه وهدمت من اجله. سيدنا الحسين لم يقبل، لم يقبل، عشان تعرف ان اجتهاد سيدنا الحسين اعلى من اجتهاد سيدنا عبد الله بن الزبير. الله. وكل الله. له خير. الله.
وسيدنا عثمان نفس الحكاية قال لا قميص البس، لما جات له الرؤية ان الرسول قال له إيه لا تخلع قميصا ألبسكاه الله، فما رضاش يخلع قميص الخلافة وجلس وحرج على كل الناس تدافع عنه. يبقى هو يبقى بالرغم انه عارف الا ان معرفته وفراسته لا تمنع قهر الله وحكم الله. افهم، تيجي تقول له الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيعلمه كل المعلومات، يقول لك طب لما عارف كل حاجه ليه امته متفرقه؟ هو هيمنع، هيمنع قدر الله في امته؟ هو العلم حاجه وقدر الله حاجه ثانيه. فهمت المساله؟ قدر الله حاجه وعلم الله، بل بالعكس ده لما يزداد علمه بالله يزداد استسلاما لقدر الله. الله ويختار قدر الله، يختار قدر الله لانه قدر الله توافقه الحكمه. فهو لما تكون بدرجه كبيره من العلم بيبقى خلاص مطلع على الحكمه، اطلعه الله على الحكمه فيترك الامور على ما هي عليه. وقال الحسين المتفرس: وقيل فراسة المريدين تكون ظنا يوجب تحقيقا، وفراسة العارفين تحقيق يوجب حقيقة. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم علشان في مقرعة الساعة 10 وخدنا منهم ثلث ساعة. جزاهم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنك الغافلون. بيقول كيف لا يتعلق بالأكوان، كيف يتغلب على نفسه؟ باتباع الشرع الشريف. كل ما تتبع الشرع الشريف هتلاقيها بتتغلب على نفسك بالتدريج. الرسول صلى الله عليه وسلم في الاكل والشرب، امشي في سنه النبي في الاكل والشرب، لا تاكل الا اذا جعت واذا اكلت لا تشبع. يبقى انت كده تغلبت على نفسك في الاكل والشرب. الاول امشي على سنه النبي في العباده، تسمع الاذان تترك اللي في ايدك وتصلي. كل عباده كل وقت تعملها في وقتها. ابوك موجود تبره، امك موجوده تبرها. ما تعطلش بر الاب والام عشان تقول لي انا حقيم الليل طول الليل، وبعدين لما يجي يطلب منك حاجه تقول له انا هنام بقى اصل انا طول الليل سهران يا بابا. ما ينفعش كده يا بابا، تبقى انت عوانتجي. نام طول الليل واصحى صلي الفجر ونفذ اوامر ابوك وامك، تبقى بتبر ابوك وامك. هي سنه النبي، شرع الله هو اللي هتمشي فيه. هتلاقي نفسك بتهذب نفسك تدريجيا وبتخرج بالاكوان تدريجيا. واظب على صيام اثنين وخميس، يومين في الاسبوع هيعلموك باستمرار تبقى ليك. واظب على ركعتين في الليل، صلي الفرائض كلها في جماعه، حافظ على سنن الرواتب. انظر للاكوان نظره النبي للاكوان، نظره رحمه. اعطي، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك، تشفق على الناس، تدعي للناس، تتمنى لاخيك ما تحب لنفسك. تأدب بهذه الاداب كلها، هتلاقي نفسك خلاص خرجت من الاكوان وبقيت عبد ربنا. لكن انت ايه المشكله بتاعتك؟ انك انت وظبت على الصلاه شهر في الجامع وبعد كده مش راضي عن كل حاجه، بتقول انا بقالي بصلي بقالي شهر ليه ما جراليش حاجه؟ يعني هيجرى لك يعني؟ هيطلع لك شنب يعني؟ طلع لك شنب؟ هيطلع لك ديل؟ سيبها على الله، امشي بالتدريج. ان هذا دين متين اول فيه برفق، فان المنبت لارض انقطع ولظهر انقطع. امشي كده على شرع الله دون النظر ان ربنا يرقيك او تاخد مقامات او يوريك رؤيه او بتاع. لا، انت عبد لله، عيش عبد لله. اعطاك شيء اعطاك، ما اعطاكش انت عبد لله برضه، خليك قاعد على بابه. ولا هتروح لفين يعني؟ هتروح لمين يعني؟ هتروح افرض لم يعطيك، حرمك واعطى الكل، كل اللي حواليك بيشوف رؤى، كل اللي حواليك بيمشي على الهواء، وكل اللي حواليك بيمشي على الميه، وانت غلبان. اقعد كده غلبان عبد عند الله، لان يمكن ربك اراد ليك لو اداك حاجه مخصوصه هتشتهر بها، هتركن اليها وتترك بابه، فيمكن قفل لك الباب ده عشان تستمر على بابه. يبقى خليك قاعد على باب احسن. مش احسن ما الدنيا كلها تعرفك وتيجي في الفضائيات وتبقى مشهور وبعدين تفتن وبعدين تروح في داهيه؟ يعني احسن خليك كده قاعد في زقاق مش عارف مين، وفي كفر مين محدش جريان بيك، وتبقى من امراء الجنه. ولا عايز تبقى يعني كل يوم في الفضائيات وكل الناس بتقول وبعدين تقول الكلمه تسمعها الاقطار المعموره، تقوم بدل ما يضل بيك 1000 يضل بيك ملايين.
أني أحسن؟ يعني احمد ربك على ما أقامك فيه واستمر على شرع الله وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله وتلاوة القرآن، وبعدين تميز بين العبادات، ما تنشغلش بالنوافل وتترك الفرائض، وما تتركش الفرائض المجمع عليها على فرضياتها لواجبات مختلفة في وجوبها، وهكذا تبقى فقيه يعني. يعني تبدأ بالفقه عشان تعرف تميز، وبعدين تميز بين الخواطر عشان تمشي مع الخاطر الملكي والخاطر الرباني وتقاوم الخاطر النفساني والخاطر الشيطاني، فلازم تدرس الخواطر ازاي اعرفه وازاي اميز بينها وهكذا، وتصاحب ايه اهل الخير واهل الفضل، واتبع سبيل من انا اليه، لان المرء مع من احب والمرء على دين خليل، فتشوف اهل الخير واهل الفضل تصاحبهم وتقعد معاه وهكذا. كل دي الحكاية سهلة، تقوم بالتدريج كده حبة حبة هتخرج، ولا انت عايز تخرج من الاكوان في لحظة؟ اصل لو خرجت من الاكوان في لحظة هتبقى مجذوب، هتفقد عقلك، لا هينتفع بيك ولا هتنتفع انت بشيء، هتمشي في الشارع كده قلع هدومك، وفي الاخر الناس دي ايه تدخلك في حتة ويغطوك ويقول لك غلبان او يسيبوك، يعاملوك كمعاملة الحيوان، وانت عايز تبقى حيوان بقى ولا انسان مكرم؟ بالتدريج، ان ربي لطيف لما يشاء، ان ربي لطيف لما يشاء، حبة حبة. سبحانك اللهم وبحمدك. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يسر امورنا واسر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك املنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اما بعد، نكمل شرح وقراءة الرسالة القشيرية للامام الاستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ونحن اليوم نكمل ما كتبه في الفراسة، حول معنى الفراسة. والفراسة قلنا انها تسمى في العصر الحديث الان الحاسة السادسة، الحاسة السادسة يعني الانسان يستشرف امر غيبي بلا قراء ظاهرة، ويكون هذا الاستشراف قهري عليه، لا يستطيع ان يقاومه، ليس ظن ولكن هو حكم قهري من الله، يستشعر ان في هذه الحادثة او في هذا الامر او في هذا الشخص معنى معين، وهذا المعنى غائب فيه، لا يرى احد ولا يوجد قرينة تظهره، ويأتي هذا المعنى في قلبه خاطر قوي، يقال ان الفراسة هي خاطر رباني، يعني يقهر كل ظن، واحنا بنسميها في العصر بتاعنا الحاسة السادسة. لكن هناك فراسة يعني معتادة، الفراسة المعتادة تؤخذ بالقرائن، انسان زي مثلا اللي بيشتغلوا في البوليس وفي الشرطة بكثرة الميران والتعرض للجرائم، يكون عنده قرائن يجمعها مع بعضها، يستطيع ان يصل الى من فعل الجريمة دون ان يرى من خلال قرائن معتادة، فهذه فراسة معتادة مكتسبة، وهذه ليست هو موضوعنا. موضوعنا الفراسة الربانية التي تكون هبة من الله وهبية بلا قرائن ولا كسب، وتكون ايضا تأتي على القلب فتستولي عليه فهي قهرية، لا يكون معها ظن. فراسة المريد تكون يعني تبدأ ظنا ثم تنتهي الى يقين، وفراسة العارف بالله من بدايتها متمكنة يقينية. وقال احمد بن عاصم الانطاكي: اذا جالستم اهل الصدق فجالسوهم بالصدق، فانهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تحسون. كثير من الاولياء يبقى عارف اللي قدامه ده جاي عايز يستفيد، ولا عايز يجربه، ولا ايه بالظبط، ولا وراء ايه،
ولكن لحيائهم من الله لا يفاجئه بما فيه، يعامله بالمداراة، يعامله بالمداراة. هو جاء إليه راغبا في ظاهره فيعامله بالمداراة في الظاهر، لكن اللي في قلبه في قلبه، عارف ان ده مطرود، عارف ان ده مخذول، عارف ان ده ما زال بعيد، لكن لا يقول له ذلك من باب الأدب والمداراة. ولهذا يقول: إذا جلستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق، فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تحسون، لأنهم أهل قلوب، أهل قلوب. فلأنهم أهل قلوب واهتموا بالقلوب أطلعهم الله على القلوب. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الخلدي يقول، سمعت أبا جعفر الحداد يقول: الفراسة أول خاطر بلا معارض. لأن القلب مليان خواطر، خواطر نفسانية وخواطر شيطانية وخواطر ربانية وخواطر ملكية، ومختلط من هذه الخواطر خليط لا ينتهي، خاطر رباني مع ملكي بنسبة 90% رباني و10% ملكي، وخاطر نفساني 80% نفساني و20% شيطاني، وخواطر لا تنتهي، النسب لا تنتهي، 50% ل50% 10% ل30% 30 و40 و20 وهكذا بقى، نسب لا تنتهي. اربع خواطر تختلط فيما بعدها فينتج منها ما لا يحصى من الخواطر. ففي القلوب تجد خواطر كثيرة تتنازعك، ولذا معرفة الخواطر من اهم العلوم التي لابد ان يعلمها السالك الى الله سبحانه وتعالى. وقال كثير من العلماء: معرفة الخواطر من الأهمية أنها تعدل معرفة النجاسات لتصلح عبادتك، لأنك مطلوب أن تطهر جسمك من النجاسة الحسية وثوبك ومكانك لتصلي، والقلب أيضا لابد أن تطهره من كل نجاسة لأنه هو محل نظر الرب، والقلب محل الخواطر والجسد محل النجاسات. فكما تهتم بمعرفة النجاسات الحسية عليك أن تهتم بمعرفة الخواطر والتمييز بينها. وفي كتب متألفة منها سيدي عبد الرحمن العيدروس اللي مدفون بجوار السيدة زينب، يعني من حوالي مدفون من حوالي 220 سنة كده تقريبا، مات من حوالي 220 سنة ومدفون بجوار السيدة زينب عند مقام سيدي محمد العتريس خارج الضريح، تلاقي فيه مقامين كده في الخارج خالص، سيدي محمد العتريس اللي هو اخو سيدي ابراهيم الدسوقي الكبير، الاخ الاكبر لسيدي ابراهيم الدسوقي. لا انت عارف مسجد السيدة زينب؟ لا هو اخو سيدي اللي في الدسوق، اخو سيدي ابراهيم الدسوقي اللي في الدسوق، وامه ام سيدي ابراهيم الدسوقي انجبت اولياء، كل اولادها اولياء، كل اولادها الذكور اولياء، مدفونة بجوار سيدي المرسي ابو العباس في الاسكندرية، خلف سيدي المرسي ابو العباس في الاسكندرية. فسيدي محمد العتريس مدفون بجواره سيدي عبد الرحمن العيدروس، والعيدروس منسوب لجده الاكبر، العيدروس هو الصوفي الكبير، كلمة كده معناه الصوفي الكبير، كان جدي من الاولياء، جدي الكبير من الاولياء الكبار، وهو حسيني، له كتاب مسميه العرف، العرف العاطر في معرفة الخواطر، كتاب مخصوص عشان تعرف انواع الخواطر وكيف تميز بينها، العرف العاطر في معرفة الخواطر لسيدي عبد الرحمن العيدروس. وتكلمنا عنها احنا في اثناء شرحنا للرسالة كثيرا. يقول: الفراسة اول خاطر بلا معارض، فان عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس. لان احنا عارفين ان الفراسة حكمها قهري، لما تيجي تستولي على القلب فلا يكون معها اي خاطر اخر، انما لو معها معارض واحتمالات اعرف ان دي مش فراسة، ده يبقى خاطر كده عادي خالص، غير الخاطر الرباني اللي هو المقصود في الكلام. يبقى اي خاطر يستولي على قلبك بلا معارض، بلا معارض مطلقا، يبقى ده بيسموه فراسة، متعلق بامر غيبي، يكون متعلق بأمر غيبي. ويحكى عن أبي عبد الله الرازي نزيل نيسابور قال: كساني ابن الأنباري صوفا ورأيت على رأس الشبلي قلنسوة ظريفة تليق بذلك الصوف. ابن الأنباري بيقول انه أعطى لأبي عبد الله الرازي
وده من نيسابور، كان من تلامذة سيدي الشبلي، كان يعيش معاه وكان هو بيربيه. فأعطاه قال أعطاه صوف، يعني اداله عباية صوف، كساء صوف. فبسط على رأس شيخه لقى لابس قلنسوة تليق على العباية دي، قال يا سلام لو كمان اخد انا دي، ده في قلبه، لو اخد انا القلنسوة دي يبقى طقم حلو كده، لايق على بعضه حاجة جميلة. كساني ابن الانباري صوفا ورأيت على رأس الشبلي قلنسوة ظريفة تليق بذلك الصوف، فتمنيت في نفسي ان يكون جميعا لي. فلما قام الشبلي من مجلسه التفت الي فتبعته، فلما يبص له كده معناه تعالى وراي، يعني شيخه فهم. وكان عادتي اذا اراد ان اتبعه يلتفت الي، فلما دخل داره دخلت فقال لي انزع الصوف اقلع العباية، فنزعته فلفه وطرح القلنسوة عليه ودعا بنار فاحرقهما، عشان قلبه تعلق بغير الله، فهو ده استاذ في القلوب. واحد يقول الله يحرق ويضيع مالية ثوب طاهر يستر العورة، هذا ليس من الفقه، مش كده؟ واحد يعترض، لكن للضرورة، مش الضرورة لها احكام، لضرورة صلاح القلب. الانسان احيانا يفعل ما يضر البدن، لضرورة صلاح البدن احيانا تتعرض لجراحة، تروح تتجرح ويستأصله جزء من جسمك كده، وتاخد ادوية وتعمل وتدفع كمان فلوس من جيبك، مش كده برضه؟ كل ده ليه؟ لصلاح البدن، ثم تفعل الضرر وهو الجرح، مش الجرح ضرر والجروح حرام؟ لكن ليه عملوا تخصص اسمه الجراحة؟ لضرورة في صلاح البدن. فكذلك لضرورة في صلاح القلب وجب احراق كل شيء يدخل القلب ويشغلك عن الله، ولو كان هذا الشيء منتفع به، فهو من وجهه منتفع ومن جهة اخرى ضار تعلق به، فهو هنا طبيب القلوب، جراح قلوب، جراح القلوب اراد ان يجرح قلبه لينزع منهما التعلق الذي تعلق في قلبه فشغله عن الله سبحانه وتعالى. فهمت ليه احرقهم؟ لان ده مربي قلوب، مربي قلوب. لكن انت ما تعملهاش الا اذا كان عندك هذه الفراسة مع نفسك او مع تلميذك، لكن ما تعملهاش بدون علم، ده عنده علم ربنا اعلمه، ان تلميذه بعدما هذب طبعه وصار كل تعلقه بالله دخل هذا الثوب في قلبه وتعلق به، فاراد ان ينزع الدنيا، فاعتبر الثوب ده عبارة عن الدنيا التي حجبته عن ربه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصا يتوكأ عليها وشبارا ولي فيها معارب اخرى، دنيا متعلق بها، عصايا مهمة. فربنا قال له ايه؟ اعرف حياتها بقى، القها يا موسى فاذا هي حية تسعى، الدنيا حية، فلما رآها حية تسعى خاف منها وانصرف عنها، فلما عرف انها حية قد تلدغه فتشغله عن ربه، لما عرف ذلك قال خذها ولا تخف، الان خذها ولا تخف، فاذا عرفت ان الدنيا حية تلدغك خذها ولا تخف، اما ان لم تعرفها على هذه الصورة فاحذرها كل الحذر لانها تشغلك بل تستوعب حياتك كلها، فنسأل الله السلام. ممكن يعرف ان الحياة تلدغه وهذا تخذ لا، ما هو ياخدها وهو يعلم انها كده يقوم ياخدها بحذر، يبقى باستمرار عارف وهو نايم عارف انها مش هتلدغ، لانها حاطط حية ما يحطهاش تحت باطه وينام، والا يبقى عبيط اهبل. اللي يعرف انها حية للنهار وواخدها كده حاططها في حضنه يبقى اهبل او حاوي، بيشغله في السيرك وبيشتغل في السيرك وفي الاخر يموت برضه بلدغة حية، يعيش طول عمره قاعد بيستعرض نفسه قدام الناس ان هو بيخاوي التعبين 20-30-40 سنة وفي الاخر يموت بلدغ التعبين. ليه؟ لانه امن للثعبان، زي اللي يأمن للاسد ويقعد كده عيلة عاكف اللي في مصر المشهورين بترويض الاصول، مرة استضافوه واحدة منهم في التلفزيون بتحكي تقول ابويا مات الاسد كله وجدي مات الاسد كله، وهي بتروض الاصول مستنيه الاسد ياكلها، واخد بالك ازاي؟ يعني هكذا
فاللي عارف بقى انها اسد او حية وبعدين يأمن ليها هياكله برضه في يوم من الايام هياكله. خدت بالك ازاي؟ بس فيبقى هو ما اعتبرش ولم يعتبر، وربنا جعل الدنيا للي يعتبر، فاعتبروا يا اولي الابصار. لكن ما فيش بصيرة، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فيبقى عارف انها حية لعدم البصيرة برضه عينك او شكل. يوم ربنا ايه يخليها استمتع بدفئها فترة وبعدين تلدغه وهو نايم في يوم من الايام ويموت لديغ الحي. دي المشكلة. وقال ابو حفص النيسابوري: ليس لاحد ان يدعي الفراسة ولكن يتقي الفراسة من الغير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن، ولم يقل تفرس. يعني انت ما تدعيش انك انت بس المتفرس الوحيد اللي فاهم وغيرك مش فاهم، لا، ده انت تتقي فراسة الغير ولا تعتقد في نفسك انك لان الفراسة وهبية وليست كسبية، وهبة من الله، قد يهب الفراسة لمن شاء من عباده. ولم يقل تفرسوا، فكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة. وقال ابو العباس بن مسلوق: دخلت على شيخ من اصحابنا اعوده، فوجدته على حال رثة، فقلت في نفسي: من اين يرتزق هذا الشيخ؟ وجد كده حاله رث وفقير الحال ومريض، فبيقول: يا ترى الراجل ده عايش منين؟ مين بيصرف عليه؟ فقال لي، راح الراجل الشيخ كلم على طول: يا ابا العباس، دع عنك هذه الخواطر الدنيئه، فان لله الطافا خفيا. ويحكى عن الزبيدي، يبقى ايه؟ اجاب عما في قلبه، اجاب عما في قلبه. ويحكى عن الزبيدي قال: كنت في مسجد ببغداد مع جماعه من الفقراء، فلم يفتح علينا بشيء اياما، يعني لم ياتيهم طعام، قاعدين في المسجد مده وبعدين عده ايام لم يطعموا طعام. فاتيت الخواص لاساله شيئا، فلما وقع بصره علي قال: الحاجه التي جئت لاجلها يعلمها الله ام لا؟ فقلت: بلى، يعني يعلمها. ما هو اجابه النفس لما تثبت تقول بلى بلى. فقال: اسكت ولا تبدها لمخلوق. خلاص، طالما ربنا يعرف حاجتك وانت جاي او جاي تاخد طعام، ما هو ربنا مش عارف انت جاي تفكرني انا، ما ربك مطلع جاي ليه، اجعلها في الله. فرجعت ولم البث الا قليلا حتى فتح علينا بما فوق الكفايه. يبقى ربك بيختبر عباده، بس لا يريد ان يحرمهم، ربنا لطيف بعباده، لكن يختبرهم بالمرض، يختبرهم بالضيق احيانا، ويختبرهم ايضا بالسعه، يختبرهم بالعافيه، يختبرهم بكثره الاموال، يختبرهم بالفقر، وهكذا. فكلها اختبارات من الله وكلها فيها الطاف خفيه. وقيل: كان سهل بن عبد الله يوما في الجامع، فوقع حمام في المسجد من شده ما لحقه من الحر والمشقه، فقال سهل: ان شاه الكرماني مات الساعه، لما شاف الحمامه ماتت قال: شاه الكرماني ده في بلد بعيده، مات هذه الساعه ان شاء الله تعالى. فكتبوا ذلك فكان كما قال. فسالوا بعد كده، عرفوا انه مات فعلا في الساعه اللي هو قال عليها، لما شاف الحمامه كده خد ايه؟ خد انطباع منه، جاءوا هذا الخاطر ان سقوط الحمامه مرتبط بموت فلان. ده خاطر، ده ليه علاقه؟ ملهاش علاقه، الا انها خاطر رباني يجيله كده، قاهر رباني قهري يجيله اخبار بيان جوه قلبه من الله يقول له اربط دي بدي، لان الفراسه كده مش مكتسبه، دي هبه من الله كده. وقيل: خرج ابو عبد الله الثروغندي وكان كبير الوقت الى طوس، فلما بلغ خر وقال لصاحبه، ازاي دي اسماء بلاد يعني، الثروغندي نسبه لثروغند بلد اسمها ثروغند، وطوس دي بلد برضو، وبلغ خر برضو بلد اسمها خر، تلاقي كلها سباكين دي بقى خر دي عشان يصلحوا الخرارات، الله اعلم. وقال لصاحبه، اصلها اسماء معربه يعني، ملهاش يعني معناها كده مش في لغتهم يعني، لكن دي اسماء معربه. وقال لصاحبه: اشتري الخبز، فاشترى ما يكفيهما. فقال: اشتري اكثر من ذلك، هم اثنين. فقال له: اشتري خبز، جاب خبز على قد اثنين، قال له: لا اشتري كثير. فاشترى صاحبه ما يكفي 10 انفس تعمدا، فكأنه لم يجعل لقول ذلك الشيخ تحقيقا.
زي ما تقول ايه، قال طب والله لا غرق الشيخ اكل بقى، ادم بيقول لي هات بقى، راح جاب لي 10 انفس وهم اتنين. قال ادم الشيخ بيقول لي هات كتير بقى حجيب كتير. قال يعني ايه مش مصدق كلامه، عشان بعد كده يقول للشيخ حرم تقول كده تاني، اشوف الاكل بات اهو والعيش نشف اهو وهيبوظ مننا ومش لاقيين حد ياكل، هو عايز يعني يعمل كده. فكأنه لم يجعل لقول ذلك الشيخ تحقيقا قال: فلما صعدنا الى الجبل اذا بجماعه قيدتهم اللصوص لم ياكلوا منذ مده، فسالونا الطعام فقال: قدم اليهم السفر. طلعوا الجبل بصوا لقوا في مجموعه من الناس الظاهر في لصوص طلعوا عليهم مقيدينهم وبقالهم مده مرميين مقيدين ولم يطعموا طعاما قط، فالاكل كفاف. فعرف ان الشيخ ده من اهل الفراسه. وقال الاستاذ الامام: سميها انت كشف، تنفع سميها كشف، لان الفراسه خاطر لامر غيبي والكشف ظهور لامر حقيقي بعيد، واضح؟ لكن لكن المصريين عندهم ما بيفرقوش، اما واحد يعرف حاجه في قلبك يقول ده من اهل الكشف، لكن ده اسمه المؤمن من اهل الفراسه. اهل الكشف لما يشوفك في بيتك وانت بتعمل معصيه بالظاهر. الشيخ اسماعيل صادق العدوي، الله، ده احنا كنا نروح نقابله واحنا خايفين. والله يقول لك على طول انت كنت بتعمل ايه من يومين على طول، ربنا ينجينا. ده هو نفسه بقى يدعي ربنا ان يكشف عنه ده، كان بيطوف بالكعبه كده وطب بالكعبه مخصوص عشان ربنا يكشف عنه الكشف ده، لانه كان بيتعبه، بيقول لي كرهت الناس. هو نفسه قال لي كده، قال لي كرهت الناس ولا استطيع ان اعاشرهم، لانه بقى يشوف عيوب الناس فيهم وهم داخلين عليه. جاله راجل مره بيساله مش عارف في مسجد سيد احمد دردير، بيساله على حاجه كده في حلال وحرام وحاطط حشيش في جيبه. فقال له انت جاي تسالني على الحلال والحرام وحطيت لي حشيش في جيبك يا مجرم؟ الراجل ماسك ايد الشيخ قاعد يقبلها وتابع على ايدك. واحد تاني برضه جاي يساله مش فاكر يساله على ايه كده، برضه حاجه متعلقه يعني ايه بحلال وحرام. قال له واكل ارث اخواتك البنات يا مجرم، بقالك 20 سنه من ساعه ما مات ابوك وجاي لي بعد ده كله تسالني مش عارف ايه حلال وحرام؟ ادي لاخواتك ارثهم الاول، اديهم حقهم الاول وبعدين اسالني عن الحلال والحرام. كان طريقته كده بقى. ففي مشايخ كده يا سيدي. وبعدين ربنا كشف عنه الحكايه دي ببركه دعواته، لان هو تعب. تعب في الفتره دي، كانت في الستينيات. كان لحد يمكن 67 68 استولى عليه هذا الخاطب، بقى يبقى ماشي في الشارع شايف الناس بتعمل ايه في بيوتها. عمليه صعبه. تشغله عن ربه. يعني ابتلاء. فتشتت حاله. وعشان كده ذهب الى العمره مخصوص عشان ربنا يرفع عنه هذا. فده يسموه الكشف بقى، انك انت تشوف الجدار ده ما يبقاش حاجز. تبقى شايف. ده اسمه الكشف عند الصوفيه، لكن التفرس عندهم هو الاطلاع على الخواطر. اطلاع على الخواطر القلب بقى. فهمت ازاي؟ ده التفرس. لكن المصريين عندهم يقول لك الكشف على كله، يقول لك كشف وخلاص، خدت بالك؟ دي طريقة المصريين، فاهموا؟ لكن لما تقرا في الكتب تلاقيهم هم ميزوا بين الاثنين. على أي حال دي ابتلاءات. خد بالك مش ميزة. ابتلاء إن ربنا يشغلك بما في قلوب العباد. لأن كده شغلك عن نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إنك تنشغل بنفسك بس. ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. مش كده؟ ده انت ما تتشوفش الحكايه دي، ده انت لما تيجي تسمع درس زي الحمد لله ان انا مش كده. ليه بقى؟ علشان تبقى ايه؟ تركيزك مع ربك. مش مشغول، شايف كل عيوب الخلق، طب ما انت برضه مع عيوب، انت برضه مع عيوب. فربنا يطلعك على عيوب الخلق تنشغل بيها عن عيوب نفسك. يبقى انت رحت في ده. يقول لك باب النجار مخلي. يبقى شايف كل البيبان بيحاول يصلح فيها وهو بابه نفسه مخلع. او ده بقى اللي عنده فراسه وانشغل بها. شايف كل الناس محبوبه واخد بالك، والناس تظن فيه ان هو اللي واصل كمان. خد بالك يشتهر، هيشتهر اول حاجه، كل الناس هتجي له بقى وتبوس ايده عم الشيخ الكبير. يبقى انشغل بالناس والشهره وكل ده، وانشغل بعيوب الناس، كل ده حجبه عن ربه. راح في داهيه مسكين
فهمت بقى المسألة؟ لكن ربك سبحانه وتعالى أحيانا يدي لبعض المشايخ الفراسة دي لحظات لبعض أمام بعض تلامذتهم، عشان إيه بقى؟ يعرف التلميذ قيمة شيخه يقوم يتمسك بيه، وبعدين يصرف عنه على طول بسرعة، ما تبقاش حاله على طول كده، ده يصرف عنه بسرعة. ليه بقى؟ علشان ما ينشغلش بما لا طائل من ورائه. سيدنا رسول الله لما كان كده كان احيانا يجي له واحد سائل ينتظره لما يسأله، واحيانا يجي له السائل يقول له جئت لتسأل عن كذا قبل ما يسأله، يبقى احيانا يظهرها صلى الله عليه وسلم واحيانا ما يظهرهاش، عشان الناس ما تنشغلش، ما تنشغلش بالرسول عن الرسالة. فهمت المسألة؟ فدي مهمة. او ينشغل بالولي عن المولى سبحانه وتعالى، فدي حاجات مهمة. وقال الاستاذ الامام اللي هو ايه المصنف الامام القشيري يعني، كنت بين يدي الاستاذ الامام ابي علي رحمه الله يوما، فجرى حديث الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وانه يقوم في السماع موافقة للفقراء، فقال الاستاذ ابو علي مثله في حاله لعل السكون اولى به. كان في حاجة اسمها السماع، اداب السماع عند الصوفية ان هو يسمع اشعار ومواجيد علشان تثير في قلبه العاطفة الى الله والشوق الى الله ومحبة النبي ومحبة الصلاح ومحبة فعل التقوى. بيبقى عندهم اشعار يقولوها، يعني بعد ما يقولوا اورادهم في الاجتماع بتاعهم تبص تلاقي واحد منهم يقرأ ايات قرآنية ترقق القلب، وبعدين واحد تاني يقوم ينشد انشاد، فالانشاد ده يسموه السماع. فاحيانا كان السماع ده كان حتى الامام احمد بن حنبل كان احيانا يحضر السماع وكان يبكي بكاء شديدا، فلدرجة انه حذر بعض تلامذته من الحضور مخافة انه ما يتحملوش من شدة رقة الطبيعي. والنبي كان يسمع الشعر ينشد في مسجده، فهم خدوا من هنا السماع ده، خدوا له دليله يعني عندهم. فالمهم فكان احد المشايخ الكبار المربين، عارف انت خفيف الحال لما يجي يسمع ما يقوم ايه ينفعل، فانفعاله يبان على جسمه يقوم يمشي يتنطط يقوم يقعد يعمل كده لانه لسه خفيف الحال. لكن الراجل التقيل يبقى بيسمع وكل حاجة في قلبه لكنه ما بيتحركش، الناس فهمان انه هو مش دريان بحاجة لكن كله في قلبه، لما يبقى ايه متمرن بقى يعني واصل. علشان كده لما ايه لما بيقول جرى حديث الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي، كان مع الاستاذ ابي علي الدقاق اللي هو شيخ الاستاذ عبد الكريم القصيري مع شيخه ايه ابو علي الدقاق، شيخ ابو علي الدقاق اللي هو حماه اتجوز بنته وكان شيخ ومربيه. فبيقول جبنا سيرة واحنا قاعدين حكاية ابي عبد الرحمن السلمي، وان الراجل ده بيقف يقلد الفقراء الضعاف دول في السماع ويتهز ويعمل زي ما بيعمل، وهو الراجل ده شيخ كبير. فقام ايه الاستاذ ابو علي بيقول مثله في حاله، يعني في حاله الكبير وراجل مربي كده وراجل قديم في الشغلة دي، يعني كان الاولى بالسكون ان يقعد ساكن كده مش يقف تهزم على لسه المبتدئين الصغيرين. ده كلام السيد ابو علي بيقول لعل السكون اولى به. ثم قال في ذلك المجلس امضي اليه فستجده وهو قاعد في بيت كتبه. ام قال لي ايه الشيخ ابو علي؟ قال له على اي حال روحي عبد الكريم بيته دلوقتي هتلاقيه قاعد في المكتبة بتاعته، هتلاقي عنده الكتاب الفلاني ده استأذنه هاته تعالى، وهو قاعد في بيت كتبه وعلى وجه الكتب مجلدة حمراء مربعة صغيرة فيها أشعار الحسين بن منصور، بيقروها في السماع أشعار كده بيقروها في دروس السماع بتاعته. فقال له ده برضو كشف، قال له هتروح بيته دلوقتي هتلاقيه قاعد في بيته وعنده مجلدة حمراء محطوطة على الرف فيها أشعار إيه الحسين بن منصور، فاحمل تلك المجلدة ولا تقل له شيئا، يعني خدها كده وتنك جاي وجئني بها. وكان وقت الهاجرة يعني وقت ايه شدة الحرب. فدخلت عليه فاذا هو في بيت كتبه والمجلدة موضوعة بحيث ذكر، زي ما قال له شيخه بالظبط رحلة المنظر هو. فلما قعدت اخذ الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي في الحديث وقال كان بعض الناس ينكر على احد من العلماء حركته في السماع، بيقول له اللي دار بينه وبين شيخه هناك كان احد الناس، يعني يقصد شيخك يعني، ينكر على احد من العلماء حركته في السماع، فرؤي ذلك الانسان يوما خاليا في بيت وهو يدور كالمتواجد، هو نفسه
الشيخ اللي انكر ده كان مرة سمع حاجات ما استحملش قاعد يلف في قبة لوحده كالمتواجد، فسئل عن حاله فقال كانت مسألة مشكلة علي فتبين لي معناها فلم اتمالك من السرور حتى قمت ادور. فقيل له مثل هذا يكون حاله؟ يعني ده يليق بيك وانت راجل شيخ كبير تعمل كده؟ يعني اللي بتعيبه علي انت عملته في نفسك قبل كده؟ ده بيردوا على بعض. فلما رأيت ما امرني به الاستاذ ابو علي وما وصف لي على الوجه الذي قال، لما عرف ان ده اهل كشف وده اهل كشف احتار بقى بين الاثنين، الاثنين كلهم اهل فراس، فقال بقى انا هاخد الكتاب من وراه اذا كان هو عارف، فهستأذنه بقى، ما هو شيخه قال له خده ما تقولوش حاجه. وجرى على لسان الشيخ ابي عبد الرحمن ما كان قد ذكره به تحيرت وقلت كيف افعل بينهم، ثم فكرت في نفسي وقلت لا وجه الا الصدق، فقلت ان الاستاذ ابا علي وصف لي هذه المجلده وقال لي احملها من غير ان تستاذن الشيخ، وانا هو ذا اخافك وليس يمكنني مخالفته وانا مش قادر اخالفه برضه، فاي شيء تامرني به؟ فاخرج مسدسا من كلام الحسين، مسدسا يعني ايه؟ يعني كتاب يعني بيعملوا اشعار كده اسداس، ست ابيات ست يسموها مسدس، مش مسدس يعني فرفر الصعيدي. فاخرج مسدسا من كلام الحسين وفيه تصنيف له سماه كتاب السهيور في نقد الدهور، ألفه ردا على الدهرية، يعني كان في جماعة في عصر دهرية فكان مؤلف كتاب اللي هو صاحب الأشعار نفسه ده الحسين بن منصور، مؤلف كتاب اللي هم قالوا ايه بقدم العالم، قالوا بقدم العالم فالناس دول كانوا بيقولوا بقدم العالم. ابن تيمية في كتبه بيقول مثل هذا الكلام على فكرة، والناس مبهورة بابن تيمية لكن ما قروش كل كتبه. ابن تيمية يقول بهذا، ابن تيمية يقول ان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول بمفهوم الفلاسفة، فطالما الله خالق لابد ان يكون هناك مخلوق منذ القدم، فقال بقدم العالم بالنوع لا بالجنس، فلابد ان ربنا كان معه مخلوق كون مخلوق منذ القدم، وتتغير انواع هذه تتغير اجناس لكن انواع واحدة، او يتغير نوعها وجنسها واحد وهكذا، يعني قال بوجود مخلوق قديم مع القديم. حوادث لا اولى له، اللي هو قال سماها حوادث لا اولى له، وفي كتب متألفة ردا على ابن تيمية في هذا، لكن ربك سبحانه وتعالى رد على الفلاسفة دي في آية، في بعض آية قرآنية قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فالعلاقة بين الله والاكوان علاقة اختيار، فعل واختيار لا علاقة اجبار، يخلق ما يشاء ويختار، كان الله لم يكن شيئا معه، فأراد أن يكون هناك لا، لأنه عنده وحدة شهود، لأن لو واحد منعه يعتبر المنع هو الله فما يعديهوش، ولو واحد ضره يعتبر الضر هو الله فما يعديهوش، ولو واحد نفعه يعتبر النفع هو الله فما يدخلش في قلبه، لكن يشكره في الظاهر، لكن المنة في القلب لله هو المعطي، لأنه عنده وحدة شهود. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كلما كملت معرفتك بالله كلما كان عندك وحدة الشهود، فلا ترى فاعل إلا الله، ولا ترى معطي إلا الله، ولا منع إلا الله، ولا ضر إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. فما تقولش فلان ذلني وفلان أعزني وفلان أعطاني وعلان مش عارف منعني، فتبقى بتغل لدى وممنون لدى لا، ده مشتت، إنما الثاني عنده وحدة الشهود، تعامله مع الله على طول. صحيح إيه؟ يشكر من أجرى النفع على يديه بلسانه حتى لا تكون المنة في القلب إلا لله. يبقى النبي أراد أن لا يأثر أحد قلبك إلا هو سبحانه، فأدلك النبي على هذا المعنى، قال لك من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، عشان تبقى المنة في قلبك لله بس، ما نديتك زي ما نفعتني أنا رفعتك، فكافئوه عشان قلبك يفضل لله بس، محدش يأثره إلا ربك، فإن لم تجدوا فقولوا له جزاك الله خير. ليه بقى؟ علشان تبقى انت اديت ليه المعروف زي ما ادى ليك معروف في الظاهر، لكن في الباطن والحقيقة المعروف من الله فاعلا، فيقوم يمنع ان قلبك يتأثر لغير الله. فهمت المسألة؟ لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يستأثر بقلب العبد المؤمن فلا يدخله احد الا هو سبحانه وتعالى. ف
سيدنا داود قال للرب: يا ربي أريد أن أتخذ لك بيتا في جسمي، فقال: اتخذت قلبك بيتي فلا تسكن فيه أحد معي. يبقى كل واحد كعبته في قلبه، بيت الله الحرام في قلبك، فهمت ازاي؟ فما تحطش معاه أوثان، فلا تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القميصة. هتحط شوية دنيا في قلبك مع الله كأنك وضعت أوثان في الكعبة نجستها، افهم، ما تحطش اللي ربك بس. طيب يا رب انت هتجري على النفع من خلال الوصائتي عليا، فقد والمرء جبل على محبة من ايه؟ من جرى النفع على يديه، فأريد ألا أستشعر بهذا. فقال: لك كافئه، كلما أجريت الخير على إنسان على يديك لإنسان على يديك كافئه، فإن لم تجد فقل له جزاك الله خير، عشان تفضل حر قلبك حر لربك على طول. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ربنا يغار على قلب عبده المؤمن بالمعنى، يعني كنا قرأناها بالمعنى. وقال الحسين بن منصور: معناه لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك الحق. هو ده معنى وحدة الشهود عند الصوفية، اللي يقول لك التنين وحدة الوجود، يعني ربنا حل يضلله الصوفية، يقول لك ابن عربي بيقول بوحدة الوجود، ابن عربي ما قالش بوحدة الوجود. ابن عربي لما أشاع عليه كده في حال حياته بوحدة الوجود بمعنى الحلول، كانوا الناس تقابله في الشارع يضربوه بالحجارة، فيجوا تلامذته اللي فاهمينه يحاولوا يدافعوا عنه، فيقول لهم: دعوهم فإنهم يضربوا ابن عربي الذي فهموه في عقولهم، لا يضربوني أنا. ده بيضربوا ابن عربي اللي بيقول الكلام اللي أنا ما بقولوش، ده هم فهموني غلط، فسيبوهم يضربوا اللي هم فاهمينه، فهم بيضربوا فهمهم مش بيضربون أنا. هو ما قالش كده، هو قال يقصد وحدة الوجود بمعنى وحدة الواجب، أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في كل الأكوان، فمهما تعددت الصور أمامك فالفاعل واحد، مش معناه حل فيها، ما قالش كده أبدا. أدي معنى وحدة الشهود، ومعنى وحدة الوجود عند الصوفية هي هذا المعنى بدون حلول، لأن المسألة يحل إزاي أصلا؟ يحل إزاي؟ الحلول معناه انتقال، وانتقال حدوث، والله لا ينتقل، منزع عن هذا. الملك محل الأفعال، والملكوت محل تجليات الصفات، والجبروت محل تجليات الذات. فالله سبحانه وتعالى ذات موصوفة لها أفعال، مش كده برضو؟ الأفعال لها تجلياتها في العالم الملك، تتجدها محسوس، فالفاعل واحد. والصفات في عالم الملكوت لها تجلياتها وهي عالم الأمر، والذات لها أسرارها تجدها في عالم الملكوت، والكل من الله دون أن ينتقل سبحانه وتعالى، لأن عالم الجبروت ما هو إلا أثر من آثار الذات، وعالم الملكوت ما هو إلا أثر من أثار الصفات، وعالم الملك ما هو إلا أثر من أثار الأفعال. فمن نظر للملك دون الملكوت فقد حجب بالفعل عن الصفات، عن الصفات. ومن نظر للملكوت فقد حجب بالصفات عن الذات، ومن نظر إلى عالم الجبروت فقد فنى عن الكل في الذات. فهي المسألة كده، هذه معنى وحدة الشهود عند الصوفية بالمعنى الحقيقي المفهوم، مش اللي فهموا الدراويش ولا اللي فهموا جهلة الصوفية، اللي هم خلوا الناس يفهموا الصوفية غلط ويشتموا في الأولية فكانوا فتنة. وقال أبو سعيد الخراز: لم يكن لك همة غير الله تعالى، يعني حسن الخلق ألا يكن لك همة غير الله تعالى. لما يبقى همك هو الله تعالى سبحانه وتعالى فتحسن إلى الخلق أجمعين، الرحمون أرحمهم الرحمن، تعفو عمن ظلمك، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، ما يبقاش في قلبك غل ولا عايز تنتقم من احد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. سيدنا يوسف لما اخواته عملوا فيه اللي ما يعمل، ارادوا يقتلوه ورموه في الجب وهو طفل صغير، وتبلوا عليه وقالوا عليه فرق وقالوا عليه كلام كتير، وبرغم من كده بعد ما ظهر قال لهم ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم ورحمه. وقال ايه بعد كده؟ التمس لهم العذر، قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني مسحها في الشيطان. قد ايه عفو؟ ما قالش انتوا اشرار، انتوا كلاب، انتوا مجرمين، انتوا كنتوا قتلة، انتوا، ما قالهمش كده. يعني اخواتك اللي انت قاعد معاديهم وزعلان منهم، ولا عمك وعمتك وقرايبك اللي معاديهم وجيرانك، عملوا فيك ربع اللي عملوا اخوة يوسف في يوسف؟
عملوا فيك ربع اللي عملوه قريش وهم وهم اقارب النبي في النبي، وبرغم كده النبي عمل فيهم ايه؟ هم ليه ما بتلتزمش بسنة النبي بقى؟ ولا شاطر بس تربي ده؟ انا كنت اثر فيها بتقولي دي السنة، اسهل سنة دي، لكن السنة الحقيقية السلوك العفو والصفح، هي دي السنة الحقيقية، ان قلبك ما يبقاش في غل الاحد، تبقى اشياء شقة على النفس، ما هو دي علشان كده على النفس. واحنا عايزين نقتل هذه النفس الاماره بالسوء، وكل ما يشق عليها هو عين العباده. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده ثوابها كبير. يبقى الذي لم يكن له همه غير الله تعالى تجد عنده العفو والصفح عن الناس سهل. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت الحسين بن احمد بن جعفر يقول، سمعت الكتاني يقول، التصوف خلق، من زاد عليه من زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك في التصوف. يبقى التصوف ايه يا جماعه؟ مش ثقافه ولا معلومات، التصوف سلوك. يعني انت مش هتاخد التصوف من قاعده زي دي، ولو قعدت 500 قاعده زي دي، ولو قعدت على الدكتور علي جمعه طول عمرك، ولا على اي واحد في العالم جميع الاولياء قعدت عليهم، تبقى ثقافه، عندك ثقافه. التصوف سلوك، تعامل مع الاكوان، مع الناس في الليل والنهار. فممكن تلاقي واحد ما عادش القعده دي لكن اخلاقه اهل التصوف، عنده مسامحه، عنده شفقه على الناس، بيحب الناس، شفقة على المسكين، التماس عذر للناس، يعفو ويصفح، ما يغلش لحد، ما عندوش حسد، ما عندوش كبرياء ولا كبر، ما عندوش غرور، ما عندوش حرص ولا طمع، ما عندوش تمني لزوال النعمة من يد الناس. مش طول النهار قاعد يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، ما بيقولش الكلام ده كله. تلاقي هو ده صوفي بالرغم انه ما عادش مجالات التصوف، ولا يمكن عنده سبحة. يبقى التصوف مش مسألة سبحة، ولا دي وسائل للوصول الى تنقية النفس. السبح والذكر ما هو الا وسيله لتنقيه النفس وتعمير القلب بالانوار حتى تظهر بعد ذلك سلوك. يبقى التصوف حقيقته لا سبح ولا تفقير ولا جلسه حلقه ذكر ولا حاجه، كل دي وسائل لتنقيه النفس حتى تصير في السلوك على اعلى ما يمكن، حتى تصير في السلوك زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، وارثه من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ده هذه المساله. فالتصوف الصاد من الصفاء، والواو من الوفاء، والفاء من الفضائل. ادي التصوف. يعني صاد حط قدامها صفاء، صفاء في النفس، والواو حط قدامها وفاء بالعهد، والعهد اول عهد هو عهدك لربك، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ادي العهد، فأوفي بهذا العهد فلا تجعل لك رب سواك، ولا يستعبدك هواك ولا شهوتك ولا دنياك، تفضل عبد ربك على طول. ثم بعد ذلك فاء فضائل، تستعمل الفضائل مع الناس ومع الاكوان. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده برضو؟ خيركم خيركم لعيالي، مش كده برضو؟ يبقى ادي التصوف، هو ده التصوف. مش التصوف بقى لا سبحة ولا ورد ولا شيخ ولا قبضة ولا الحاجات دي، كلها وسائل للوصول الى هذا الدرجة، وسائل للوصول الى هذه الدرجة وليس هي الاصل. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال، اذا سمعتموني اقول لمملوك اخزاه الله فاشهدوا انه حر. هيدي لك بقى امثله من حسن الخلق اللي كانوا الصحابه ورثوه والاولياء ورثوه من ايه؟ من فهمهم لهذا المعنى. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول، اذا سمعتموني اقول لمملوك، لعبد من عبيدي يعني اللي عنده كان ايامه في رق، اخزاك الله فاشهدوا انه حر، لتهذيب نفسه. هو اراد ان يعذب نفسه. معلوم ان سب الانسان، سب الانسان معصيه، مش كده؟ النبي لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، لكن احيانا في مواقف تغيظ الانسان، مش كده برضه؟ فلسانك يسبقك. تقول انا لو لساني سبقني بسبب موقف المواقف وشتمت واحد، هعاقب نفسي واحرر هذا العبد، بدل ما يبقى ملكي احرره لوجه الله، يبقى يخسر ماليته، لان العبد ده كان بيباع بمبالغ طائله في الاسواق، كان ثمنه ثمن عربيه. يعني ثمن العبد لو في سوق عبيد دلوقتي هتلاقي العبد ب 30,000 و20,000 و40,000، كانك رايح تشتري عربيه غالي. وعشان كده امر ربنا بفك الرقاب وجعل عتق الرقبه ثوابه عالي. ليه؟ لانه غالي. فهمت المساله؟ فهو اراد انه يهذب نفسه. انا لو اخطات هغرم، انا لو اخطات هغرم، اشهدوا ان انا لما اشتم اي حد من عبيدي هو حر لوجه الله. يبقى هنا حمل نفسه الغرامة عند فعل الخطأ، يوم يقل خطأ تهذيب. كانوا مشايخنا يقول لنا كده،
اذا اخطأ عود نفسك كل ما تخطئ تطلع جنيه. كان ياما الجنيه ده ولا 10 جنيه الوقت، كنا لسه بقى طلبة والجنيه ده غالي عندنا. هي كل ما تخطئ طلع جنيه. جبت سيرة واحد صاحبك اغتابته، يبقى خلاص احرم نفسك من مصروف النهارده، طلع الجنيه ده لله. تقوم تبص تلاقي نفسك في اعرف الحديث تحسس على جيبك لو قبل ما تتكلم. ما هتغرم. فتهذيب. واحده تجيب سيره جارتها تروح مطلعه الاكل اللي طبخاه النهارده للفقراء وتاكل هي لقمه حاف. هتحرم تجيب سيره جارتها لانها طبخه حلوه هي عايزه تاكلها. فالنفس كده. النفس اول ما تلاقي نفسها هتتحرم تقوم ايه تحافظ بقى. بدل ما يعدل سنه زي المبرد قاعده تطبخ وتعور وتقمع الباميه وتعمل المحشي وقاعده ترغي مع جارتها تجيب سيره الجيران كلهم. طب وليه كده؟ حرام حرام الحاجات دي. يبقى الانسان كل ما يجي وبعدين قاعده بتعمل في اكل قد كده تقول احنا لاقيين ناكل واحنا لاقيين ناكل، وتفتح الثلاجه تلاقي ايه الحلل هتقع مليان وعندها اوضه الخزين قد كده واحنا لاقيين ناكل عارفين نعيش. شفت لما تقولي كده او انت تقول كده طلع بقى صدقة. اعمل زي سيدنا عبد الله بن عمر لما تشتم واحد تصدق وهب الصدقة ثوابها ليه كمان عشان تعالج شتمته. ما هيجي لك يوم القيامة ماسك في خناقك شتمني يا رب العالمين قال عليا كذا، مش هيفك خناقك منه الا لما تديله من حسناتك. شوف قد ايه، او تاخد من سيئاتك. فاعرف المسألة دي فبرر ذمتك اول باول. اما تشتريها الوقت انت ب 10 جنيه احسن ما يوم القيامه ياخد منك حجه. الحجه دلوقتي بكام؟ الف غاليه. ما هو بقى ربنا هيخيره في حسناتك يوم القيامه، هيخيره في حسناتك. يقول له هتسيبه ازاي؟ يقول له يا رب اعرض عليا حسنات. ياخد اي حاجه يوم يلاقي بقى حاجه كبيره كده ثوابها كبير قوي، بنيت جامع مثلا وثوابه كبير قوي عند الله. يقول له عايز دي. طب وتسيبه؟ طب خد. تلاقي نفسك فلست يا مسكين، تلاقي نفسك فلست. اشتريها دلوقتي ب 10 جنيه ب 5 جنيه واخلص احسن لك. صح. طب وبدل ما تغرم اقفل بقك اذكر ربك. فهمت ازاي؟ ما تقعدش تعلق على كل موضوع تسمعه، لازم يبقى ليك راي فيه. ليه يعني؟ حد طالب منك راي تقوله؟ اسمع وخلاص، اسمع من هنا وطلع من هنا. فهمت بقى المساله؟ ادي سيدنا عبد الله بن عمر، شوف بيربي نفسه ازاي، زي الطريقه اللي اهلنا مشايخنا بتوع زمان. اغرم، اول ما تغلط اغرم، ثم ما تغلطش تاني. قال لهم ايه؟ اشهدوا عليا. بيقول للناس اللي قاعدين لو شتمت عبد من عبيدي اعتبروه حر لوجه الله. خلاص يبقى غرم غرامات كبيره. يوم ساعتها اما يجي العبد يغلط فيه ولا ياثر ولا بتاع يمسك نفسه ما يرضاش يشتمه، ما هيخسر مرليته. فهمت بقى المسألة؟ فده تهذيب للنفس وزهد في الدنيا وبعدين جود في الدنيا بما معه لإبقاء إيه؟ لمصلحة الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أتدرون من المفلس؟ الحديث كلنا حافظينه لكن ما بنعملش بيه للأسف. تلاقي اللسان زي المبرد وشغالين طول النهار قاعدين في الأتوبيس ولا محطة الأتوبيس وفي الشغل وفي البيت وفي كل حتة قاعدين نعك الدنيا. صح ولا لأ؟ مع إننا حافظين الحديث. أقف على المنبر تقولوا هوا برابندات يا عمي، وعلشان كده بقى كلام غير مؤثر لان اللي بيقوله ما بيلتزمش بالحكايه دي. لكن انت لو تلتزم بيه تبص تلاقي اقل كلمه تقولها الناس تتاثر، ويا سلام تمشي معاك مبسوطه وتحاول ايه تستفيد بكلامك. المفلس اللي يجي بصيام وصدقه وزكاه وحج وجهاد وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته الى عشان يرضيه الحسنات، لحد ما تخلص حسناته بقى واقف مفلس، تؤخذ من سيئاته وما تطرى عليه. شفت المصيبة بقى؟ فربنا ينجينا يا سيدي. وقال الفضيل لو أن العبد أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين. دجاجة، فما بالك بقى البني آدم الإنسان. يعني لو أحسنت الإحسان كله لكل الناس وكل الخلق وكانت عندك دجاجة يعني ذات كبد إيه؟ رطبة. ولم تحسن إليه، يعني جبت تذبحها بسكينة تلمع، او نسيت تحط لها ميه تشرب في يوم حر، او نسيت تاكلها، يبقى ما تكتبش من المحسنين لانك بقيت مسيء. فما بالك بقى اللي بيسيء للمسلمين ويعكر دمهم على الصبح. يدخل الحزن على قلبه، يبقى داخل لك كده صاخره في عاده البيت وانت رئيسه في العمل.
بايه وزفت ايه وصباح الخير. احنا الصباح قلنا يا صبح ايه الزباله اللي انت عاملها دي، مخصوم منك 3 ايام. لا الراجل يطلع من عندك بعد ما داخل منشرح وسعاده البيت يقول الله يخرب بيت سعاده البيت ربنا يخلصنا منه، ودخلت الحزن على قلبه. طب ليه؟ مش بيقول لك لاقيني ولا تغديني؟ واخد بالك؟ وكفى يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ومن من الخصال الموجبه للجنه ادخال السرور على قلب المسلم. عشان كده كان زمان اجدادنا وهم ماشيين في الشارع كانوا يملوا جيوبهم ايه طوفي ملبس، كانوا يسموه زمان ارواح، كان يملى جيبه كده. انا اعرف جد من اجدادي كان كده، وكنت اشوف ناس كتير غيره يعملوا كده. اتضح ان هم كلامهم ده حلو، كان لما يجي يمشي في الشارع يلاقي اطفال يتلموا العيال عليه عشان عارفينه، يروح مدي لكل واحد حاجه، يوم يدخل السرور على قلب الاطفال دول، ودول مسلمين حلوين احباب الله، يقول ربنا يدخل السرور على قلبه، لان المرء مراته اخيه. يوم يصر، فهمت ازاي؟ المناظر دي ما بقتش موجوده دلوقتي للاسف. امشي يا ولد، ايه ده؟ ما بقاش في رحمه. حتى لو دخل العيل من دول الجامع اتفرج عليه بيعملوا فيه ايه؟ كان كلب دخل المسجد. طب ليه كده؟ خليه يدخل يتعلم وخليه يشوف ويحب المسلمين ويحب شيخ الجامع. وبعدين الطفل ده لما يحب شيخ الجامع ويحسن اليه يبقى عايز يبقى شيخ زيه. لان البنادم يحب زي يبقى زي اللي بيحبه. يوم بالطريقه دي يلاقي شيخ الجامع بيصلي بالناس بيقرا قران حلو، يا انا عايز احفظ القران. يوم يواظب على حفظ القران لوحده. لوحده كده ليه؟ لانه بيحب الشيخ. لكن لاقي الشيخ كشف يقول لك يا ساتر الا دول، اوعى اوعى. شفت انت طه حسين لما كره الازهر قعد يدي لك نماذج المشايخ اللي كان عندهم قسوه في الطبع، فطلع كره المشايخ وقعد يعني يشوه صوره الكتاتيب ومشايخ الكتاتيب، لانه شاف شيخ واحد صورته وحشه، تصور ان كل كتاتيب مصر كده. يبقى لازم في امانه، لازم اللي بيربي اولادنا يعامل الاولاد برفق وبمحبه وبحسن خلق عشان يحبك، واذا احبك هيقلدك، ولو ما يقلدك تحرص انك انت ما تعملش قدامه الا الصح عشان لما يقلدك تبقى قدوه. لكن الوقت للاسف المدرسين يعني انا ايه بنتي لقيتها جايبه لي كراسه بتاعتها بتكتب الشتايم اللي بتقولها المدرسه كل يوم بتكتبها، قلت لها انت مباحث يا بنتي قاعده كل يوم تكتبها لي كده. يا فصل يا زباله اقعدوا انتظروا شويه لحد ما اشوف المجرمين اللي جنبكم وارجع والاقيها كاتبه لي كده. اه والله ده اسمه كلام، عامله لي كذا صفحه، قلت لها اياك تكتبي تاني بعد كده وساعدت لها. لكن ما يلاقش المدرسه تعمل كده. ده بتقول لي يا بابا كمان ده انا في حاجات ما بلحقش اكتبها. ده بقى يعني نموذج، ده نموذج يعني، ده يبقى اسمه كلام بقى، يبقى مدرس كده وشيخ جامع كده ويبقى اب كده ويبقى ام كده. يبقى هتربي اولادك ازاي لما انت تبقى الفاظك فلته منك وطريقه تصرفاتك فلته منك؟ فلازم تورث الخلق الحسن لاولادك ولجيرانك ولاهلك ولاصحابك في محل عملك. هو ده التصوف الحقيقي، هي دي اخلاق النبي. والست في وسط جيرانها وفي وسط بناتها ومع جوزها ومع اقاربها تبقى تبص تلاقي في الحاله دي اتغير المجتمع. ساعتها بقى هيبقى الاسلام مش هو الحل بقى بطريقه القهر والقوه ابدا. الاسلام هيبقى سلوك في الحياه كلها. هتبص تلاقي الناس بقى كلهم اولياء، لا يصلح ان يقودهم الا ولي زيهم. ايوه مش كده؟ برضو الاولياء لازم يجي لهم ولي. لما كان الولايه عامه ومنتشره مين اللي تولى امر المسلمين؟ سيدنا ابو بكر. ولما فضلت زي ما هي جه سيدنا عمر. ولما فضلوا المسلمين في صلاح كامل جه سيدنا عثمان. ابتدى يدخل في المسلمين من ليس منهم وانتشر الاسلام والفتوحات وبقت الناس عايزه دنيا، اختلطت القلوب. فبقى ناس عايزه دنيا وناس عايزه اخره وناس متلخبطه بين دنيا واخره، واهل اهواء وناس دخلوا في الاسلام ليسوا منهم. استلم سيدنا علي المساله وتغيرت القلوب. فكان لابد ان حاجه من الاثنين، يا القلوب تتغير ويثبت سلطان سيدنا علي، يا اما سيدنا علي يموت شهيد ويستريح منهم ويقعدوا يعقوا ببعض بعد كده. وده اللي حصل. فراح سيدنا علي ربنا كتب له الشهاده وخده على احسن حال. وسابهم يعقوا مع بعض بعد كده. ملك عضوض. مش ده اللي حصل؟ ليه ملك عضوض؟ لان الناس عايزين كده. الناس بقوا مظالمه فيما بينهم وبين انفسهم، فجاء الظالم اللي يمسكه. فالمساله مش مساله ان انا ادخل مجلس الشعب وبعدين بعد كده ابقى افرض الاسلام على الناس، الاسلام لا يفرض.
الاسلام ده سلوك، لازم تتربى الناس على الاسلام. هو انت الوقت لو 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 حكمت بالقرآن في امريكا، خدت الحدود كده في امريكا وعملت قانون نرجم الزاني ونقطع يد السارق ونقتل القاتل، كويس، بقت امريكا مسلمة وهي بتنفذ الحدود؟ لان مفيش مسلمين. الاسلام يطبق بالمسلمين، لازم يبقى مسلمين. واول تعريف للمسلم من سلم المسلمون من لسان وادي، هو ده المسلم. فلما المسلمين يباكدوا هتبص جاي على طول رئيس الجمهورية، ربنا يغير قلبه، يا يغيره ويجيب غيره، يا اما يغير قلبه ويفضل زي ما هو بس يغير قلبه للصلاح، يا اما يغيره ويجيب غيره. هي كده، لان كل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والرسول بيقول كيفما تكون ولا عليكم، مش كده برضو؟ هو بيقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ولا قال لك ابدأ بمجلس الشعب ثم بمن تعود؟ ما قال لكش كده أبدا، صح ولا لا؟ وقال الولاية خزي وندامة، من طلبها وكل إليه، وأمرنا ألا نعطي هذا الأمر لمن يطلبه. كل دي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليه أنت تطلبه؟ وليه تجري وراه؟ وليه توسع دائرتك وانت لا تتقن دائرتك؟ ربنا ولك في دائرة معينة لم تحسنها، عايز ليه توسعها وتزود مسؤولياتك؟ اهو دي عاملين زي رجال الاعمال، يبقى عنده مصنع صغير ومكفيه حلو، لا هو عايز يوسعه قوي، يروح يستدين من البنك ويوسعه قوي، وبعد كده يلاقي نفسه بيخسر بعد ما كان بيكسب على قده ومش قادر يسدد الديون، وبعدين يهرب وبقى مديون. لما كنت الاول في دائرة حلوة وعارف امورك ومستقرة وعارف اللي خارج واللي داخل وظابط امورك، وانتاجك على قد اللي بتبيعه وعلى قد مرتباتك على قد اللي بتبيعه، حلو كده، ومحدش عايز منك حاجة، لا طماع، عايز وسع الدائرة. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لا تطلب دائرة اوسع، هو ده الدين. انما المسألة مش مسألة طلب ولاية وتقولك انا هغير، مين قالك طب غير نفسك، غير في دائرة. فنسأل الله السلامة. وقيل كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى واحدا من عبيده يحسن الصلاة يعتقه، فعرفوا ذلك من خلقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراءة له وكان يعتقهم، فقيل له في ذلك فقال من خدعنا في الله ان خدعنا له. سيدنا عبد الله بن عمر عبيده عرفوا ان اللي بيصلي ومواظب على صلاته ويعرف منهم كده ويقوم ايه يعتقوا لوجه الله، فبقوا كلهم قدامه صلاة ايه خشوع ايه، اول ما يشوفوه جاي بس كله يروح ناوي صلاة، يمكن حتى لو مش متوضي. فقالوا له يا سيدي دول بيخدعوك، دول بيخدعوك علشان تعتقهم. فقال لهم ايه من خدعنا في الله ان خدعنا له لحسن الظن، لانه مأمور بحسن الظن بالناس مش مأمور بالترقيب عن قلوب. هو ليه الصورة النبي علمه كده ان هو يحسن الظن بالناس، وربنا علمه قال له ان بعض الظن اسم، والناس جايين عايزين يقولوا له ظن فيه اسم، طب هو ما يمشي مع الظن الحسن احسن، ايه اللي يضيره لو هم خدعوه واعتقوا لوجه الله؟ هو كسبان مش كده برضو؟ لكن يضار لو كانوا هم فعلا في صدق مع الله وهو بعد كده ظن فيهم سوء، يبقى يضر. فاختار السلام، افهم المعنى، مش تقول لا وانا كراديا وانا الناس هتستعصاني وده انا اللي دهنت الهوا دوك، ما سيبك بقى من الكلام بتاع المصريين ولا هاوي، ده مش الدين، الدين ده ابدا، ده انا يعني يضحك عليا وبمزاجي، هو ده بقى حسن الخلق، يبقى يضحك عليك كده وبمزاجك. تيجي تركب تاكس ورايح مشوار، المشوار ب10 جنيه معروف، الراجل يقول ب30 جنيه لانه شافك كده مثلا ايه شكلك كده هيئتك مش مصري، فاكرك خوادم، شعرك اصفر، عارف عامل ايه، ربنا خلقك كده، فاكرك سايح من السياح وانت مدقدق متربي تحت الربع، لكن هو ما يعرفش، فيقول لك المشوار ب30 جنيه. تقوم تقول له انت ربنا موسع عليك، تفرقش معاك، تروح تديله ال 30 جنيه، ليه بقى؟ تقول ده راجل صاحب عيال والمرور مضايقه وقطع الغيار بقت غاليه وطول النهار قاعد شغال وهو هيصرف على عياله، تلتمس بقى العذر ليه؟ ادي حسن الخلق. يبقى انت بتتخم بمزاجك، ليه؟ لان التعامل في البيع والشراء يبقى فيه صدقه مخفيه. ابويا رحمه الله كان كده، كان مهندس وكده وعارف الصناعيه ياخدوا ايه، يجيب سباك يجي يصلح حاجه يقول له، كان ياما يعني السباك يقول له جنيه، يروح مديله 2-3 جنيه، امي بقى تقول له ايه ده، هو انت بتلاقي الفلوس، هو اللي مش لاقيش فلوس ولا حاجه، يقول لا ما انا لما اديله بزياده يقوم يجتهد في صنعته،
يحسنها يجتهد فيها ويستحي انه يعملها وحش، يبقى انا بثبته في صنعته. انما لما اقعد انا حتحد فيه وده يحتحد فيه وده يحتحد فيه يهجر صنعته، يقوم بعد كده يقعد في الشارع صايع ويشتغل حرام، يبقى انا احسن. شوف النظرة البعيدة للامور. يبقى انت لما تحسن لان ادي 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 نظرة التصوف، او ابويا ده ما كانش صوفي لكن كان بيتصرف تصرفات فيها سلوك التصوف، كل حسن الخلق، واخد بالك ازاي؟ فالمسألة كده انك انت تبقى تعاملاتك مع الناس فيها عفو وصفح، مش كل شوية يقول لك انا ما اقصدش. لا انت تقصد، الا ما يا سيدي بيقول لك انا ما اقصدش، لا بصت لي بصة مش حلوة النهاردة، ايه الضحكة الصفرة اللي بتضحكها لي، ايه الكلام ده كله، انت جاي بقى بتجر شكل الناس على الصبح. سيدنا عبد الله بن عمر مش كده بقى، كان يحسن الظن، يقول من خدعنا في الان خدعنا لك، اللي ابتسم لك خلاص ما تقولوش دي ضحكة صفرة وراحت، خلاص ضحكة حلوة خلاص، وكل امرك لله ربنا هيكفيك ما اهمك. ويمكرون ينكر الله والله خير المكر، حتى لو كان بيمكر ربنا هيكفيك مكره، افهم المسألة. لكن انت انت هتشق على قلوب الناس جميعا، احسن الظن بالناس جميعا واخلص. الجماعة الوهابية يجي يقول لك ايه اللي عرفك ان ده كان والي يعني تروح تزوره، حاجة غريبة قوي. طب وانا لو اعتبرت ده مسلم ووالي وطلع مش والي، ايه اللي يضرني يعني؟ احسنت الظن فيه يا اخي، ايه اللي يضرني ان انا رحت زرت والي وقبة وطلع مش فيش تحتها شيخ؟ مش هيضرني حاجة، انا عندي حسن ظن، انا رايح ازوره في الله، انا حبيته لان اشتهر انه من اهل الله، فانا رايح في الله زيارة في الله، طلع ما فيش تحتها شيخ، فانا زيارتي لله، فانا كسبان على كل حال، ايه المشكلة يعني؟ يقول لك ايه اللي عرفك انه والي يعني؟ وانا بنقب، وانا امرت ان انقب على قلوب العباد، طلعت اشاعة كده انه والي، خلاص والي. احنا من؟ كل الناس بتقول عليه والي. زي سيدنا الشيخ عبد رب سليمان، كان خرج من سيدنا الحسين هنا، في واقعة حضرها والدي، كان بيحضر دروسه، زمان في الستينيات، كان بيدي دروس سيدنا الحسين هنا، الشيخ عبد رب سليمان. له كتاب اسمه فيض الوهاب، متخصص في الرد على الوهابية. كان هو متخصص فيها تخصصه الدقيق يعني. فالمهم سيدنا عبد رب سليمان طالع من الدرس، واحد يقول له ايه اللي يثبت لي ان راس سيدنا الحسين هنا يعني؟ الراجل طالع من الدرس، ايه السؤال ده يعني؟ فقال له انت اسمك ايه يا ابني؟ قال له انا اسمي مثلا محمد عبد الخالق مثلا. قال له اي اسم؟ قال له طب وانا ايه اللي يثبت لي انك انت ابن عبد الخالق؟ قال له امي متجوزه ابويا. قال له طيب يعني احنا عرفنا ان امك دي متجوزه ابوك ازاي؟ قال له بالعقد. قال له والعقد عرفناه ازاي؟ مش بشهاده اتنين شهود؟ يبقى احنا كلنا عرفنا انك انت ابن عبد الخالق علشان اتنين رجاله قالوا انك انت ابوك هو عبد الخالق. طيب وملايين الناس دي بتقول سيدنا الحسين هنا. يبقى سيدنا الحسين هنا اثبت من انك انت ابن عبد الخالق. شفت طريقه كلامه؟ رد يعني والله اعلم. ايوه قول ما شاء الله فتح الله عليك. بس الكلام الاشاري ده ما بيفهموش هم عايزين كباب ياكلوه كده عشان يصدق. دول اهل حس يعني مش اهل اشاره. ايوه كتير. ويعني افرض حتى راس سيدنا الحسين مش هنا، هو ثبت تاريخيا انه هنا، افرض حتى مش هنا ولا رايح محبه في سيدنا الحسين وزورته وطلع مش مدفون هنا، ايه المشكله؟ انا بحب ابن بنت النبي خلاص، ايه الحق؟ وكل الناس بتقول لي ده هنا، وبعدين طلعت رحت عنوان غلط، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ اصل العبره مش العنوان، العبره الارواح والمحبه وحسن الظن بالناس. الناس دي كلها هتكذب وانت بس اللي هتبقى صادق، حاجه يعني غريبه. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول، سمعت ابا محمد الجريري يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت الحارث المحاسبي يقول، فقدنا ثلاثة اشياء: حسن الوجه مع الصيانة، يعني يبقى وجهه حلو وتعامله مع الناس كويس، مع كمال ايه؟ مراعاة الديانة. فده بقى نادر الوقت، نادر الوقت. وحسن القول مع الامانة، يبقى يحسن قوله مع الامانه، يعني لا يقول الا حق. فازاي يبقى ايه؟ يحسن قوله ويكون امين في نفس الوقت، فما يقولش للغشاش يا غشاش في وشه، واخد بالك؟ دي نادره برضه. فازاي ازاي تبقى دي موجوده؟ الزمن بتاعنا ده ما بقاش موجوده، نادره. وحسن الاخاء مع الوفاء،
يعني يبقى يعاملك معاملة حلوة كأخوك، وفي نفس الوقت يوفي بإيه؟ بعهدك في غيبتك. دي حاجات نادرة اللي هي حسن الأخلاق يعني. سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: الخلق استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه إليك. استصغار ما منك إلى الله، يعني كل شيء فعلته لله تجعل إن هو لا يليق بعظمة الله، مهما فعلت تستصغره وتستعظم ما منه إليك، تستعظم منة الله عليك، لأنك حتى تراه أنه من عليك حتى بتوفيقك فيما فعلت، فله المنة عليك في كل حال. ونقف عند هذا الحد. طولنا، كنا بودينا نخلص باب الخلق بس ما عرفش ليه احنا خرمنا النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.